بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. كل سنه وحضراتكم طيبين، دي اخر حلقه لينا ان شاء الله قبل الشهر الكريم. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. الفقره الاولى معناش اخبار كتير، يمكن زي ما حضراتكم عارفين الموسم في نهايته، فتبقى كلها يا اما بتدور في فاينل يد يا فاينل كاس، يعني امور الاخبار مش كتيره جدا لانه خلاص ده نهايه الموسم، يعني وقت الحصاد زي ما بيقولوا لكل الالعاب الاخرى. والفقره الحواريه الثانيه هيكون معانا فريق 16 سنه لكره السله للناشئين في النادي الاهلي. الحقيقه الفريق ده ليه قصه غريبه شويه، هو طبعا بطل المنطقه بيدربه الكابتن محمد اشرف توفيق. طبعا الفريق مميز جدا مع مدير فني محترم، كمان تعرضوا طبعا فازوا ببطوله القاهره، راحوا الجمهوريه، انتوا عارفين الجمهوريه بتبقى اصعب واقوى لان بينضم ليها فرق اسكندريه. فتعرضوا طبعا طلعوا من التصفيات للنهائيات، دخلوا النهائيات كسبوا ماتشاتهم كويس ماشيين كويس، دخلوا على كسبوا الزمالك، الجزيره، سبورتنج على ما اتذكر يعني. دخلنا على ماتش سموحه، خسروا سموحه بونت، خسروا سموحه فرق بونت. كانت طبعا يعني بعد المباراه دي كان في مباراتين ثلاثه ليهم جامدين، بس خلاص احنا خسرنا مباراه. سموحه الناحيه الثانيه بعد ما فاز على النادي الاهلي كسب كل مبارياته تك تك تك، فخلاص الموضوع يعني بقى صعب. ولكن اللاعبين والجهاز الفني ما فقدوش الامل، فضلوا متمسكين بالامل. هو ده اللي بقوله دايما لكل لاعبتنا، بقوله لكل الناشئين، بقوله لكل من يمارس رياضه، ما تفقدش الامل حتى النهايه، حتى النهايه لا تفقد الامل تماما. فضلوا متمسكين بالامل. سموحه عنده مباراه تقريبا وان سايد جيم تقريبا مع نادي الزمالك، يعني سموحه اقوى كتير، مش هو طبعا مش قوي وان سايد جيم، بس مباراه يمكن كل الخبراء يقول لك انه يعني بنسبه كبيره سموحه تكسب. مش عايز اقول لكم كمان سموحه قبلها في مباراه مع الجزيره بتكسب في اخر ثانيه، اللي هو يعني كل الشواهد البطوله بتاعت سموحه، فريق محترم مع جهاز فني محترم، يعني دايما سموحه في السن ده في الباسكت جامدين. سموحه مباراه الجزيره يكسبوا في اخر سنتين ثلاثه، شاطوا ثلاثه بونت باربعه، احكي لكم قصه يعني ايه اربعه بونت دي مع طوال القامه، بس شاطوا باربعه، خد تو شوتس، كانوا هم خسرين اربعه بونت، شاط واحد طويل كره باربعه، خد تو شوتس جاب واحده كسبوا الماتش، اللي هو يعني ممكن تكون سبب في احباط لعيبه الاهلي، يقول لك يا عم ده هي مرسومه على سموحه، لا مش هينفع. يشاء ربنا في اخر مباراه مع الزمالك سموحه تخسر كام بقى؟ 20 بونت. زي ما بقول لك كده، الماتش وصل في اوقات 22 بونت، في ماتش كل الناس قالت لك لا ده سموحه هتكسب كتير. بعد ما الزمالك فاز على سموحه رحنا على مباراه فاصله. رحنا على مباراه فاصله بين سموحه والاهلي. طب خدوا بقى الاصعب من دي. الماتش ماشي ايكوال جيم، إيه نوصل في الاخر باسكت لسموحه. وخلاص فاضل 3 ثواني. بالظبط زي ما بقول لك كده، باسكت لسموحه فاضل 3 ثواني. والكرة اصلا يعني خلاص كل اللي في الملعب قال لك خلاص ده ماتش سموحه. بصوا يا جماعه التمسك بالامل، البطوله دي ليها مش مكاسب، الكاس اللي هيبقى معانا كمان شويه، ولكن ليها مكاسب تانية. مكاسب تانية ايه؟ ان اتزرع في الولاد ان هم ما يرموش الفوطه زي ما بيقولوا في البوكس يعني. الكره تروح، وهنعرف قصه الموضوع ده، كابتن محمد اشرف توفيق يقول اللعيبه العبوا انسايد جيم، ويجي لعيب يعني انا بقول مثلا يعني ما عندوش قلب، مش عنده قلب جامد، لا ده شايل قلبه سايبه في البيت، اسمه محمد طارق خيري، ابن طبعا الكابتن الكبير طارق خيري، هو عامل زي باباه كده سايب بيته في البيت، يجي الماتشات وسايب قلبه في البيت. الكابتن يقول العبوا انسايد، راح واخد الكوره عامل دربلتين وشايل تاتا بونت. تاتا بونت تيجي نكسب المباراه بونت. هيكونوا معانا بعد الفاصل هنتكلم معاهم ونعرف ايه التفاصيل واخر تايم اوت اتقال فيه ايه، وهنجيب لحضراتكم كل القصه. معانا مجموعه من اللاعبين والمدير الفني كابتن محمد اشرف توفيق، هيكون في الفقره الحواريه، هنحاول بقدر المستطاع نطولها عشان يبقى عندنا كلام مع الولاد دي كتير. طيب هنروح لكرة اليد، اخبارنا يمكن بنبتدي بكرة اليد، عندنا مهمة يعني زي ما بيقولوا مهمة انتحارية، يعني ما بحبش اقول كده بس هو دايما بيبقى يقول لك انا عندي مهمة قوية جدا. كنا عند دار المجمع الأخيرة، طبعا كرة اليد الرجال السنة دي قابلهم باد لك بشكل كبير، تم طبعا تغيير الجهاز الفني ورئاسة الجهاز، جابوا يعني طبعا جه جهاز كابتن أحمد سالم مدير فني جديد، كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز. لعبنا مباراتين، لعبنا امبارح مع سبورتنج كسبنا الحمد لله رب العالمين، النهارده لعبنا نادي طلائع الجيش المحترم فزنا 24-21، كسبنا مباراتين
بشق الانفس. انا يعني بقول لكم مباراتين ما كانوش سهلين، كانوا صعبين. يتبقى لنا مباراه وحيده بكره مع نادي الزمالك المتصدر بفرق قد ايه؟ بفرق نقطه ونص يا جماعه، بفرق نقطه ونص. طيب ايه الوضع؟ بكره تخسر او تتعادل شكرا، تكسب كل اللي فات ده يتمسح باستيكه وتاخد اللقب. اه والله زي ما بقول لكم كده. هتقول لي ازاي يا كابتن ده احنا خسرنا كتير جدا الماتشات اللي فاتت وخسرنا مباريات لا هي دي بقى حلاوه الرياضه، طول ما انت متمسك بالامل بيجي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، وباذن الله احنا عندنا ثقه في لعيبتنا باذن الله وفي الجهاز الفني ان هم هيبقوا رجاله وعلى قدر المسؤوليه بكره ويعملوا اللي عليهم والمكسب بتاع ربنا. يعني نكسب بكره الزمالك يا كابتن هيثم ناخد الدوري بعد كل اللي فات ده؟ اه تخيل. طب هل تقدر؟ اه نقدر، ده احنا كنا متاخرين فرق سته وطلعنا فرق هدف، كنا متاخرين سبعه كمان وطلعنا فرق هدف، نقدر. توفيق ربنا، الروح، الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. مباراه بكره مباراه مهمه، كل التوفيق لكابتن احمد سالم وكابتن ياسر لبيب والفرقه بالكامل، ان شاء الله بكره يكونوا متوفقين في المباراه. هنروح لكره اليد سيدات، عندنا مواجهه قويه جدا مع نادي الجزيره، ده في الجوله السادسه في دوري النخبه او دوري السوبر. لعبنا خمس ماتشات فاتوا كسبناهم، الجزيره، الزمالك، الطيران، الشمس، سبورتنج. بنعيد تاني لان احنا ست فرق بنلعب رايح جاي، فوزنا الرايح الاولاني بنبتدي الراجع بقى اللي هو المباراه السادسه مع الجزيره. هنلعب بكره مع الجزيره ان شاء الله على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 4 العصر. كل التوفيق لكابتن يحيى يوسف، معلش لكل جود، لكل حصان يعني زي ما بيقولوا كبوه. يعني عندنا مباراه الكاس او خساره الكاس ان شاء الله مش نهايه المطاف، انت عندك بطولات كثيره اخرى وعندك ايضا ان شاء الله بطوله الدوري الاكبر والاهم دايما ان شاء الله يتوفقوا فيها كابتن يحيى يوسف واللاعبات، واحنا كلنا ثقه وعارفين انهم على قدر المسؤوليه. وبالمناسبه احنا خسرنا من سبورتنج في الكاس فرق هدف هدف، جينا كسبناهم فرق 8 في الدوري، يعني الحمد لله فارق المستوى كبير. واكيد بنحترم نادي سبورتنج، فريق قوي، فريق جيد، ولكن فرقتنا يعني الحمد لله رب العالمين الافضل، الافضل ما فيش كلام. ولكن هذه هي مباراه الكؤوس زي ما قلت لحضراتكم، دايما بتحمل من المفاجات. الحقيقه انا واحد من الناس لما بكون بغطي او بتفرج او كنت بلعب حتى مباراه كاس كنت ببقى قلقان، الكاس بيبقى ليها حسابات معنويه اخرى خالص، مباراه وتاخد بطوله. فطبعا الفرقه اللي بتبقى ضعيفه بتتاسد وتبقى قويه جدا، ليه؟ مباراه اخد بطوله بس، هو ده قصه الكاس. طيب هنروح لسوبر سيدات الاهلي، الحمد لله رب العالمين يعني ماشيين كويس كالعاده، احنا في الفاينل بالنسبه لدوري السوبر سيدات لكره السله كالعاده. ليه؟ لان دايما احنا بنوصل الفاينل، كاس كنا في الفاينل، السنه اللي فاتت مرتبط كاس دوري في الفاينل، فكالعاده فرقتنا الفاينل. وكالعاده الطرف الثاني هو سبورتنج، الفريق بقياده الكابتن طارق خيري المدير الفني الجديد اللي نجح يتاهل بيهم الى الفاينل، خلف الكابتن علي هاشم طبعا نجح يتاهل بيهم لمباراه سبورتنج النهائيه. ولكن حتى الان لجنه المسابقات برئاسه الكابتن احمد كامل في اتحاد كره السله لم يحدد حتى الان موعد المباراه، ولكن الفرقه جاهزه الحمد لله، عندنا ثقه في اللاعبات ان شاء الله باذن الله. لوكا المحترفه تكون موفقه، دي لما بتبقى ماشيه معاها الحقيقه يعني الدنيا بتبقى غير. طبعا كابتن طارق خيري بيشتغل على اللاعبات دلوقتي، بيجهز بدني، اللي عنده اصابه اللي عنده حاجه بيجهزه، وان شاء الله بعد التوقف ده او بعد الاستعداد ده ان شاء الله يكونوا موفقين. بالمناسبه هنلعب بيست اوف فايف، اللي يكسب ثلاث ماتشات هو اللي هيحصد اللقب. طب صعبه؟ مش صعبه، احنا كنا السنه اللي فاتت خسرانين 2-0 في السلسله، عوضنا 2-2 ولكن لم نوفق في المباراه الخامسه، ولكن كل شيء وارد في كره السله وده اللي تعودناه مع هذه اللعبه. هنروح لكره الطائره، في هذه الاثناء رجال، في هذه الاثناء بتلعب اول مباراه السلسله مع نادي الزمالك، الاهلي يقابل الزمالك الان في العاصمه الاداريه، وهنقول لكم المباراه لحظه بلحظه. طيب المباراه هي مباراه واحده؟ لا، هي سلسله من ثلاثه، النهارده وبكره اللقاءين الاوائل، الاهلي والزمالك. 12-8 الاهلي الشوط الاول، وطبعا اكيد راحوا للتكنيكال تايم اوت الاولاني. من غير ما اتفرج يعني كده بتهيألي المباراه بتقام، ما بقاش في تكنيكال فاول. طب معلش انا يعني هي القوانين 13-9 كويس، احنا ماشيين الحمد لله بشكل جيد. الماتش بيتلعب زي ما قلت لحضراتكم على صاله نادي النادي بالعاصمه الاداريه، والزمالك اقوى مما قبل لانه ضم اثنين لعيبه، الكوبي هرنانديز والبرازيلي رافائيل.
ده بالاضافه طبعا لعوده رضا هيكل اللي كان محترف الدوري البلغاري. اذا الفريق اقوى مما قبل، ولكن الحمد لله كلنا ثقه في الفرقه. واقول لكم موقف طريف كده، يعني انه انا قابلت كابتن عبد الله عبد السلام اسطورتنا وافضل واحد افضل مش احد افضل صانع العاب يمكن جه على، انا مش متحيز ولكن دي الحقيقه بارقامه حتى ارقامه اللي حققها في الدوري الايطالي كل ده. قابلته انا في مكان ما وقعدنا نتكلم وبتاع، فبقول له اخبار الدنيا ايه، انتوا هتلعبوا يعني الزمالك ويعني الزمالك بافضل وبتاع. قال لي يا كابتن والله احنا هم معاهم لاعب ومعاهم في لاعب تاني البرازيلي كان لسه ما خدش الاستغناء الدوليه. فبقول له طيب يعني الماتش امتى هيلحق؟ قال لي يا كابتن بالعكس احنا عايزين نلعب. لما يعني كلمه بحقيقه انا بقول لكم بامانه والله كلمه خلتني اشعر. يعني لما تقعد مع اسطوره كبيره زي كده، يعني انت كلاعب برضو بتشوف او كراجل متابع بتبقى نفسك ان فرقتك تبقى في احسن حاله والفرقه الثانيه بتبقى اقل، يعني ده وضع طبيعي. تقعد تقول ده فلان مصاب، ده فلان في الفرقه الثانيه، ده فلان مش، فوضع طبيعي. لا ده بيجي الرد يعني من كابتن عبد الله عبد السلام كقيمه، يا كابتن لا احنا عايزين الفرقه كامله، عايز يلاعب الخصم وهو كامل. والله العظيم انا ما يعني ما قدرتش اتكلم، قلت يعني ربنا يوفقكم وربنا يكرمك كابتن عبد الله ويكرمكم كابتن محمد مصالح حميد، وراجل مجتهد جدا والفرقه ان شاء الله هنتابع بحضراتكم البطوله الماتش النهارده والتاني بالمناسبه الماتش التاني بكره ان شاء الله على طول. طيب عندنا كره السله، كره الطائره سيدات، الكره الطائره سيدات بقياده كابتن حمدي الصافي. عندنا ان شاء الله يوم الاثنين نهائي كاس مصر مع مين؟ مع نادي الصيد. تمام كده بالظبط، نادي الصيد في نهائي كاس مصر. الطرف الثاني الصيد وسبورتنج، الصيد تاهلت للفاينل والنادي الاهلي تاهل للفاينل بعد فوزه على وادي دجله. الماتش هتلاقي يوم الاثنين اللي جاي الساعه 10:30 بالليل على صاله شباب الرياضه. كل سنه وحضراتكم طيبين، 10:30 عشان رمضان في صاله شباب الرياضه بمدينه 6 اكتوبر. النهائي هيتلعب بنظام بيست اوف 3، واللي هيفوز بالماتشين هيكسب البطوله. الاهلي كان صعد النهائي بعد فوزه على سبورتنج زي ما قلت لحضراتكم. لا السبورتنج فاز عليه والصيد فاز على نادي الشمس. الاهلي فاز على سبورتنج والصيد فاز على نادي الشمس. كل التوفيق لكابتن يحيى كابتن يحيى حمدي الصافي واللاعبات ان شاء الله، وكلنا ثقه في فتيات الذهب انهم يحصدوا اللقب باذن الله ويكملوا سلسله اللا هزيمه. هنروح للسكواش، عندنا دايما على ابطالنا اللي بيلعبوا بره مصر سواء مصطفى عسل او سليمان او يوسف سليمان. بطوله علام الاسكواش اللي بتتلعب في انجلترا، مصطفى عسل ويوسف سليمان لاعيبه النادي الاهلي قدروا انهم يتاهلوا دور ال 16 في بطوله علام الدوليه للسكواش اللي بتتلعب في الفتره من 28 مارس اللي احنا فيه ولحد 3 ابريل. مصطفى كان صعد لدور ال 16 بعد فوزه على زميله فارس دسوقي بنتيجه 3-2، ماتش كان صعب قوي صعب قوي، وفارس على فكره فاز على مصطفى في البطوله الاخيره. مصطفى عسل هيلعب في الدور اللي جاي مع الانجليزي باتريك روني. اما يوسف فكان صعد على حساب الانجليزي ادريان وولر بعد ما فاز عليه بنتيجة 3-0، ويوسف هيلعب في الدور اللي جاي مع الكولومبي ميجاكيل روديجر. والماتشين دول إن شاء الله بنسبة كبيرة يا رب هنتأهل منهم لدور الثمانية. وكل التوفيق طبعا ليوسف مصطفى عسل ويوسف سليمان الاتنين. طبعا دي صورة لمصطفى وهو بيسجد شكرا لله بعد فوزه. يمكن مصطفى تعرض لكم خبطة الفترة اللي فاتت بداية بإيقافه ومرورا بخسارة فاينل بطولة من البطولات، ولكن مصطفى بالرغم صغر سنه 21 سنه ولكن اكتسب خبرات وعنده من الجلد وعنده من الصلابه الحقيقه انه يقدر يتخطى الصعاب سواء في الملعب او خارج الملعب. وايضا يوسف سليمان ماشي بخطى ثابته للامام. كل التوفيق للاعبتنا، هنتابعهم ونجيب لكم اخبارهم باذن الله. في خبر الحقيقه كان مفاجاه لنا كلنا، الاتحاد الافريقي لليد يسحب بطولتي افريقيا من المغرب والجزائر. مسؤول الاتحاد الافريقي لكره اليد برئاسه البنيني منصور اريمو قرروا سحب بطوله افريقيا اللي جايه واللي بعدها من المغرب والجزائر. ده صوره الخطاب الذي عممه او ارسله للجميع الاتحاد الافريقي. المغرب المفروض كانت هتستضيف البطوله من الفتره من 11 ولحد 18 يوليو اللي جاي، اما الجزائر فكانت هتستضيف نسخه 2024. والمفروض الاتحاد الافريقي يعلن الدول اللي هتستضيف البطولتين خلال الايام اللي جايه بدون اسباب. الاتحاد الافريقي في خطابه، مش عايز اطول على حضراتكم، ما لم يبدي اي اسباب في الخطاب. الحقيقه انا قريته، هل الاسباب يعني لو تفتكروا معايا بطوله المغرب دي كان المفروض هتتلعب في شهر يناير وتاجلت وبعد كده لابريل وبعد كده اتاجلت تاني لمايو، فواضح ان في ازمه. ايه الازمه؟ ما قالش، ولكن انا بيتهيالي هي ازمه تنظيم، في مشكله في التنظيم. واذا يعني حدثت المشاكل هنا تظهر مصر بقى بقوتها، بنيتها التحتيه،
بوضعها بالنسبه للقاره كلها، انا اتوقع باذن الله ان مصر ممكن يكون ليها دور كبير في استضافه احد البطولتين. دايما الاتحادات الافريقيه والمنظمات الاقليميه 2024 ممكن نكون من نصيب مصر، ولكن دايما السلاح اهو، قبل كولومبيا بتعتذر قبلها ب 36 يوم قبل كاس العالم، الاتحاد الدولي للسلاح في سلاح المبارزه يعني بيلجا لمصر. الحقيقه نظم لنا البطوله قبلها ب 36 يوم. لو رحت لاي دوله كبيره هتقول لك لا دلوقتي ضيق، ولكن مصر عندها من الكوادر الرياضيه والمنشات اللي تقدر من خلالها تستضيف اي بطوله حتى لو الوقت ضيق. وطبعا حدث ولا حرج عن كل شيء، ولكن انا برجع واقول برضو دي حاجه ما جاتش من فراغ، هذه الثقه جت نتيجه سلسله البطولات الدوليه اللي استضافتها مصر واللي قدرت تنجح فيها بشكل كبير، واللي كان ترجمتها في الاخر ان المنظمات بتلجا للدوله المصريه عشان تنقذ الموقف في كثير من الاحيان. طيب عندنا خبر ايضا جيد، عندنا كره السله، منتخب مصر كره السله وهو احد الاحلام الكبيره بتاهله لكاس العالم، عنده ويندو 2 في تصفيات كاس العالم. نجحت مصر واتحاد السله انه يستضيف كاس العالم، طبعا بطوله او تصفيات كاس العالم اللي جايه في الويندو اللي جايه ان شاء الله. وبالمناسبه كان عمرو الجندي خصنا بهذا الخبر من اسبوعين ثلاثه اربعه من التصفيات الاولانيه لما عملنا معاه اتصال عبر الهاتف وهو كان في رواندا في السنغال انا اسف، والراجل قال لنا ان مصر هتستضيفها. طيب دكتور مجدي ابو فيخه رئيس الاتحاد استلم موافقه رسميه من الاتحاد الدولي فيبا على طلب مصر تنظيم المرحله الثانيه من تصفيات كاس العالم. التصفيات دي هتتلعب على صاله برج العرب، صاله محترمه جدا، وبالمناسبه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عينها اكثر من مره ولقاها طبعا اوفر كواليفايد او الريكويرمنتس اللي عايزها الاتحادات الدوليه او الافريقيه موجوده في الصاله. مجموعتنا بتضم الكونغو، السنغال، كينيا، واحنا خلصنا المرحله الاولى متساويين. انا عايز بس اطمنكم الحمد لله لسه الامل كبير، احنا والسنغال وكينيا صح يا جماعه الثلاثه متعادلين. السنغال الكونغو مصر، انا اسف السنغال الكونغو كينيا بره لان الكونغو كسبت كينيا، فاحنا الثلاثه متساويين، كل فرقه كسبت الثانيه، فاحنا الثلاثه متساويين في عدد النقاط. فالويندو دي مهمه جدا، مهمه لمصر والحمد لله ان على ملعب. طبعا نتمنى حضور جماهير، نتمنى ان شاء الله يكون في جمهور اسكندريه، جمهور القاهره يتوافد ان شاء الله، بس الاتحاد يعلن عن المباراه بمباراه بجماهير. شفنا امبارح مباراه السنغال في كره القدم، وبالمناسبه التصفيات الاولى كانت في السنغال ايضا في كره السله، كانت في السنغال والحمد لله رجعنا متساويين مع السنغال. هنا بقى القاره اتعكست، كنا احنا المباراه الثانيه رايحين للسنغال في كره القدم، هنا المباراه الثانيه السنغال جايه لنا. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان يعني اتحاد السله يسعى جاهدا ويعني ويلبي طلبات كل الجهات بحيث انه يقدر يبقى في حضور جماهيري وتشجيع ومؤازره جماهيريه، يعني خاصه من جمهور الاتحاد الاسكندري او جمهور اسكندريه، يعني جمهور اسكندريه مش بس الاتحاد الاسكندري، في اولمبي ليه جمهور كبير، عندك كمان الانديه السبورتنج سموحه ليها جماهيرها، وايضا القاهره ايضا ليها جماهيرها تقدر تملى الصاله وتكون يعني في ظهر فرقتها او منتخب مصر لكره السله. بالتوفيق منتخب مصر ان شاء الله يصعد الى كاس العالم. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنستقبل بعد الفاصل ابطال الجمهوريه فريق 16 سنه للناشئين لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، في البدايه برحب بكابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني لفريق 16 سنه كره سله واللي حصد بطوله الجمهوريه منذ يومين. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك كابتن، اهلا بك يا حضرتك، الله يبارك في حضرتك، الله يخليك. بنرحب باحد اللاعبين الحقيقه كان له دور كبير وما شاء الله، يعني انا بتفرج عليه في التمرين بيبقى مصدر الباور والقوه والدفاع والجري. معانا اللاعب عمرو انيس، اهلا بيك عمرو. منور قناه الاهلي، مبروك. الله يبارك فيك. بطوله صعبه جدا. طبعا خلينا نروح للكابتن في البدايه، يعني غريبه لما يبقى بطوله 16 سنه ومصر كلها متابعاها بالشكل ده وفيها سسبنس غريب جدا، يعني كلمنا عن النهايات بالاخص يا كابتن. هي اولا الحمد لله ده كرم من عند ربنا، يعني المكسب الحمد لله. لا بطوله صعبه جدا، واتحاد مصر كان مديها اهتمام كبير لانها فيها اقوى ست فرق تقريبا يعني في الباسكت بول عامه في مصر، اهلي، زمالك، اتحاد، الجزيره، سبورتنج، سموحه. فاتحاد الباسكت كان مديها اهتمام كبير جدا، كانت بتلاقيها في صاله حسن مصطفى تقريبا اكبر صاله في مصر بتلعب فيها كاس عالم هاندبول. بطوله صعبه جدا، ست فرق اقوى من بعض، يعني لو سالت اي حد داخل البطوله اي مدرب من السته مش عارف سالته هيقول لك السته ممكن ياخدوا البطوله عادي. فمن اصعب البطولات، حتى يعني
كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئين بعد الجيم بارك لي، قال لي دي من اصعب اصعب البطولات اللي احنا لعبناها في تاريخنا. بالظبط كده. فبطوله صعبه جدا 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 وقويه جدا، منافسه كبيره جدا جدا. يمكن الفرحه بتبقى على قدر المجهود، على قدر التحدي. دايما لما بيكون خصمك قوي او خصومك او المنافسين ليك يعني فرق محترمه وقويه، كل ما تبقى الفرحه اقوى. بس انت يمكن تعرضت لهزيمه في البدايه، يمكن تاني او تالت ماتش من سموحه وكان بونت. تمام. بس انت فضلت متمسك بالامل انت واللاعبين يا كابتن. تمام. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتكلم اللاعبين تقول لهم ايه بعد خساره سموحه الاولانيه؟ هي دي كانت اصعب حاجه في البطوله، ان انا مهيئهم قبل البطوله ان احنا يعني ان شاء الله مديهم ثقه ان احنا لو في فرقه ممكن تكسب الخمس ماتشات فهي فرقتنا احنا بس. مفيش فرقه ممكن تقدر تكسب الخمس ماتشات غيرنا. طب ليه قلت كده؟ قلت كده لان عشان اديهم ثقه كفايه ان هم الخمس ماتشات ممكن يبصوا لها، لان هم اول سنه يلعبوا جمهوريه تقريبا، لان في ال14 سنه الكورونا لغتها. في ال14 كان الكورونا اتلغت. فكنت عايز اديهم ثقه بقدر الامكان وما يحسوش برهبه ان الخمس ماتشات هناخد عشان ناخد البطوله واسامي. فالحاجه الثانيه عامل حساب ان لا قدر وقعنا يبقوا عارفين ان يبقوا حاسين ان الفرق كلها هتخبط بعض، لسه مش الفرقه اللي كسبتك هي اللي هتاخد البطوله. لا، فالحمد لله وده قدر يعني يخليني ستيبل في كلامي معاهم ويبقوا متاثرين فيه بعد الخساره، ان احنا خسرنا تاني جيم وكان قدامنا 3 جيم تانيين صعبين جدا. فلو خرجوا ذهنيا بره البطوله او حسوا ان هم وقعوا كانت هتفرق كتير قوي، اخرج بره المنافسه بدري. بالظبط كده. فالحمد لله ربنا كرم. تاني جيم على طول كان جيم صعب جدا، خلصان برده في اخر 30 ثانيه مثلا مع نادي الجزيره. فرقه محترمه جدا. والحمد لله الجيمين الاخر بقى الاتحاد وسبورتنج لما رجع المكسب، انت عارف مكسب بيجيب مكسب. فاستعادوا الثقه، الحمد لله كسبنا المباراتين بقى كده، وانتظرنا نتيجه الزمالك وسموحه وجاءت هديه السماء بفوز يعني الزمالك على سموحه. بس خليني برضو اسال عمرو، يمكن دي اول بطوله ليك صعبه، يعني يمكن لسه 14 سنه لما انت كنت نفس الجيل ده 2006 2007 في 14 بطوله اتلغت. طب وانتوا داخلين على النهائيات وكانت ضلمه زي ما كابتن محمد بيقول كل الفرق زي بعض، انتوا كلاعيبه حسيتوا ان ده مستحيل ناخد البطوله ولا شفتوا ان الدنيا قريبه؟ لا، احنا كنا عاملين حسابنا احنا هناخدها ان شاء الله، يعني مش عارف احنا كنا بنتمرن يعني كتير وكنا بنتعب، فكنت عندي احساس كبير ان احنا ناخدها، بالذات ان احنا فرقه يعني عندنا يعني ممكن باقي الفرق بتعتمد على 7-6 لعيبه، احنا 12 لعيب اللي في السكور، هم 12 لعيب يقدروا اللي بيبدل يجيب التاني، يعني هو نفس المستوى والفتنس بتاعنا حلو يعني. وحسيت حتى الايام اللي كنا بناخدها اجازه كان الكابتن ساعات بيبقى عندنا فتنس، عندنا شوط الصبح اي حاجه، فيعني اتمرننا كتير فحسيت ان احنا هناخدها. يعني ده عاجبني في كلامك يا عمرو ان انت مصدق شغلك، يعني انت بيتكلم احنا اتمرنا فاحنا ان شاء الله هنكسب عشان اتمرنا، احنا بنادي، احنا بنتعب، احنا لعبتنا، يعني انت اهم حاجه تثق في نفسك الاول وفرقتك، دي اول حاجه في المكسب. الثقه كانت اهم حاجه يعني عشان نكسب. اول ما كناش داخلين واثقين كنا ممكن نخسر. صح. فاحنا حتى ماتش سموحه اللي هو التاني لما خسرنا انا كان عندي احساس ان هي هتقع من الجزيره او زمالك، لان الفرقتين برضو قاعدين. طب لما الجزيره كسبت سموحه في اخر ثانيه، سموحه كسب الجزيره في اخر ثانيه بكره 4 بونت، وده ما خليكوش تحبطه، يعني انت برضو خلي بالك انت بتلعب بتكسب وبتبص على المنافس. فالمنافس كسب في اخر ثانيه في وقت انت كنت متوقعه يخسر، ده برضو ممكن يعمل لكم احباط. عمل لنا طبعا احباط، انا كنت قاعد ساعتها في المدرجات يعني ما حدش فينا كان يتوقع ان الكره تخش اصلا، يعني 4 بونت وكان ناقص بس متهيألي 20 ثانية حاجة زي كده، فالموضوع يعتبر خلص. خلاص جابوها. لا بوان مور كمان. وان مور يعني كان بستة. عشان معدي الطول. كان بتومور. تومور ما هو ما بتومور. بياخد ادفانتج. عشان طول القامة. يعني برضه حاجة تحبط، بس انتوا يعني فضلتوا مركزين في شغلكم؟ فضلنا يعني انت هتلعب لغاية آخر حاجة، خلاص انت خسرت الماتش مش مهم، خلاص انت هتلعب لغاية لما تكسب. نعم. خلاص احنا يعني لما لو فرقه تانية كانت ممكن تقول خلاص كده خدنا تاني، لان الزمالك كان يعني معظم الناس متوقعه انها هيسيب الماتش. يعني احنا نفسنا كنا متوقعين يعني قبل ما نروح قلت له خلاص ملوش اي منافسه خلاص، فممكن يكون فرقه تانية مش هيكسب لصالح بس لو كان كده الزمالك كان لو كان خسر هياخد رابع، ولو كسب هياخد رابع ملوش اي حاجه، واحنا لو كنا خسرنا او كسبنا هناخد تاني فعادي يعني. لكن احنا قلنا نكسب وخلاص، يعني هو الماتش الاخير فنخلص الماتش بشكل يعني نخلص سيزون بشكل حلو. سبحان الله. فسبحان الله كنا قاعدين كلنا فوق
وكابتن محمد وبتاع، مره واحده لقينا الزمالك طول الماتش فارق 20 بونت وحاجه غريبه بتحصل. ما صدقتش برده بجيب البتاع على اليوتيوب لقيتها ما صدقتش. بس انتوا دي حاجه دي درس كبير ليكم. احنا ساعتنا يعني فرحنا ويعني الباور بتاعنا زاد على اللزوم. فروحنا طبعا نزلنا الماتش ما كناش خايفين منهم، حتى لو كنا خسرنا النقط قبل كده بس عادي يعني كنا واثقين ان احنا هنكسب. برافو عليك. ما حدش هيكسب ماتشين ورا بعض. انت مشروع لعيب عنده ثقه وعنده باور وعنده يعني شخصيه، فان شاء الله تبقى لاعب كبير. كابتن محمد اجل حضرتك في موقف في المباراه انا احب احط الضوء عليه. انت عودتنا طبعا ان الوز عوام الاخلاق والادب والامانه بامانه يعني انا بتكلم كل ده بصدق لان انا عشرتك وعشرت كابتن اشرف توفيق فانتوا تتميزوا بالصدق والامانه. الحقيقه المباراه شغاله في فرق بونت لسموح، يعني الحكام غلطوا ببونت لسموح، ما حدش خد باله في الملعب غير يمكن انت وكابتن سيد صابر رئيس الجهاز. حضرتك توجهت لترابيزه التحكيم قلت لهم يا جماعه سموحه ليها بونت. كلمنا عن الموقف ده كده. لا هو هم عملوا ران علينا طلعوا 11 بونت في الكوارتر الثالث، وال11 بونت دي كان من خلالها شوطه لحد طويل قامه. تمام. الشوطه بتاعته باربعه. باربعه مش بثلاثه. بالظبط. فهم اول ما طلعوا 11 الوقت ده كان فيه يعني احنا بنسكور وهم يعني بدانا نسكور كمان بعد ال11 فالسكور كان كتير. كان. فعوضنا وصلنا على الساعه لسبعه. لسبعة بونت من 11 لسبعة. فهم وقفوا الملعب فقالوا يا جماعة في غلط في السكور. هم اللي وقفوا. هم وقفوا الملعب قالوا غلط في غلط في السكور. الترابيزه الحكام بالتسجيل عندها الدنيا صح تمام 100%. يعني جابوا الكل راجعوا كل السكور بالارقام بكل حاجة تمام. فأنا لفيت لكابتن أسامة النمري كان ساعتها اللي قاعد وكابتن فؤاد الإداري بتاعنا كان بيحسب السكور. فسألته. فأملي وقعدنا نراجع سوا ورحنا لتربيزة الحكام فبرضو رجعنا مع تربيزة الحكام قلت لهم لا هو كده سموحة فعلا ليه بونت. السكور مش 7 بونت السكور 8 بونت سموحة. كان ساعتها دخلنا في الرابع في الكورتر الرابع تقريبا. يعني أفهم من كلام حضرتك أن شهادتك وكلامك لتربيزة التحكيم هو اللي فصل الموضوع، لأن هو تربيزة التحكيم لقت أنه هي مظبوطة في غلط والغلط هم مش قادرين يحددوه فين بس هم تمام. هم كده بقى عندهم سموحه بيشتكي والاهلي اوريدي قال ان انا يعني انت حضرتك لو ما كنتش قلت مثلا انا ما فيش نقطه زياده لا هو كان خلاص الترابيزه الحكام خلاص ما عندهاش اي حاجه تستند عليها غير الصحيفه اللي عندها السكور شيت اللي عنده. السكور شيت عنده بيقول ان سموحه جاب 44 بونت. لعلمك ممكن ربنا كرمك سبحانه وتعالى عشان حاجه زي كده. طبعا ده اكيد يعني ربنا كرمك عشان انت يعني عارف كان ممكن حد تاني بس ده طبعا مش انت ومش والدك ومش وعامه ومش النادي الاهلي اللي يكسب او يحب يكسب بالطريقه دي ولكن يمكن ربنا سبحانه وتعالى كافئك او ده اختبار وده اختبار يعلم اي حد انه مش لازم ياخد حد حاجه مش حقه عشان يكسب. دي حقيقة. صحيح. وبرده كانت يعني جزء منها انا ما رضاش ان انا اكسب بالطريقه دي. وما رضاش ان يحصل معايا الموقف ده خطا بشري ممكن يحصل من اي حد فما رضاش ان انا اتظلم كده وانا عارف الحق في نفس الوقت انا عندي ثقه ان انا لو كان السكور انا كان الحمد لله كنت في الملعب عندي ثقه ان انا هرجع 8 9 كنت عندي ثقه في الولاد وكده ان احنا هنرجع يعني حتى كان فاضل 8 دقائق اعتقد او حاجه فالحمد لله وحصل يعني ربنا كرمك الحمد لله. طب موضوع تاني وعايز اخد راي عمرو فيه تايم اوت الاخران عشان عمرو برده كان موجود لاعب حضرتك خدت البورد حكيت قلت يا جماعه هنلعب انسايد فبعد ما شرحت لهم 100% هنلعب انسايد ده فرق باسكت صح ولا غلطان يوم محمد يعني طارق خيري ياخد الكوره ويروح مسمى يعني سمي الله كده ويروح ايه شايطها ايد ورجل من نص الملعب تيجي. بس قبل ما اسمع رايك عن ده خلينا نروح طبعا زي ما قلنا ابن الوز عوام فما ينفعش ان تبقى موجود معانا النهارده وما يبقاش معانا الكابتن الكبير كبير قوي الكابتن اشرف توفيق. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا. منور شاشه قناه الاهلي يا كابتن اشرف. الله يخليك يا كابتن عزيز. الله يخليك. مبروك لمحمد ابن الوز عوام يا كابتن اشرف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين بفضل من عند الله سبحانه وتعالى. كلمني بقى كأب يا كابتن خلي الباسكت على جنب كده شويه معلش يعني اكيد سعادتك ببطوله محمد النهارده تفوق سعادتك باي بطوله حضرتك خدتها. ما فيش كلام ربنا يعلم طبعا انا نفسي يبقى احسن مني وعلى فكره هو ما شاء الله مدربين مثقفين قوي وانا بتعلم كويس وان شاء الله وعلى فكره البطوله دي انت بتساله صعوبه 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 هو ما يعني ما تكلمش عشان هو بينكر نفسه لا البطوله دي صعبه جدا
حتى احسن لعيب عند محمد طير خير غير مثلا 18 دقيقه 20 دقيقه. نعم. وده احسن لعيب يعني المفروض على الاقل يلعب 30. عنده كمان لعيب كويس قوي 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 تقريبا مش يعني كان بره تقريبا. ف كون ان هو كمان كمدرب يرجع من 11 في السن ده ويقدر يحافظ على تايم اوت وناقص 3 ثواني 6 من 10 كل ده تصرفات مدرب كبير مشروع مدرب كويس اللي طبعا شهادتي فيه مجروحه بس انا لا يا كابتن دي شهاده طالعه من واحد من افضل مدربين مصر فطبعا يعني بصرف النظر حضرتك والده بس دي حقيقه ان هو محمد الحقيقه مشروع فعلا مدرب ناجح. انا سعيد بالسيناريو جدا هو كسب لان ده زي ما بالظبط كده الولد ده من الانيس ده من اللعيبه الكويسه قوي وعنده ثقه في نفسه كده انا سعيد ان المدرب يكسب بطوله بالصعوبه دي ويقدر يقلب الجيم ويقدر يعمل الكامباك ده وربنا يوفقه. وعلى فكره الصوره بتاعت محمد خيري مش ايده رجل ولا حاجه ولا طلع شوت رينج زيك كالعاده يا كابتن اشرف ما بتفوتليش حاجه يا كابتن اشرف كده على طول ما فيش حاجه تعدي كده لا انا عارف الولد لا هو شاطر طبعا انا بهزر طبعا بقول قصدي ان هو ان هي من بعيد انا قصدي ان هي من بعيد يا كابتن يعني كره من بعيد ما فيش كلام بس هو محمد هو اختار صح هي المفروض تتلعب انسايد علشان طبعا انت يعني راجل ياما عملت كده الاضمن انت تاخد باسكت او كذا انما هو الولد لما حط رجليه هو عنده يعني جينات البطل فهو راى ان هو مش هيقدر يوصل فشاطها من بعيد شويه وعنده ثقه في نفسه فالولد ده لعيب كويس واخوه برضه كان عنده يعني خلص اكتر من جيم مع طارق خير كده صح مع طارق مع احمد الكرشي نعم هو اخوه الكبير اللي كان بيلعب معايا مؤمن طارق خيري طب كابتن اشرف وحضرتك على الهوا معانا كده نصيحه يعني كده بتحب دايما تقولها لمحمد يعني غششنا كده من الكنترول بتحب تقول لمحمد ايه دايما؟ اتعلم لغايه لما تبقى عندك 60 سنه و70 سنه انا لغايه دلوقتي بتعلم هو لازم يعني يفضل طول عمره ذاكر طول عمره يبص على تصرفات المدربين اللي اكبر منه وياخد الحاجات الحلوه ويعمل الحاجات الوحشه وانا سعيد جدا بحبه للنادي الاهلي والمجموعه اللي هو موجود في النادي الاهلي عندك مجموعه زمايل كده كلهم مع بعض ما شاء الله يعني فارجو ان هو يتكلم على 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 حته ان هو شغوف بالتعلم شغوف اسئله على يسال على طول على طب قول لي يا كابتن اشرف برضه حضرتك بتتابع ماتشات محمد يعني لو في ماتش على يوتيوب وحضرتك ما عندكش تمرين مع فرقتك قاعد في البيت هل لو عندك وقت بتتابع ماتشاته وبتقعد تناقشه في تفاصيل الماتش ولا لا؟ انا للاسف الفتره الاخيره دي شويه كده يعني شغلت جدا ما فيش شغلت جدا لان كان السيتويشن وضع صعب نعم الحمد لله عدينا كده انا لا الحقيقه بس هو بيتكلم مع بعض انا كنت بتكلم مع ابويا يعني طبعا وهو برضه على طول معايا ما بتكلمش كل قعدتنا بس طبعا هتتكلموا فيها يا كابتن هتتكلموا فيها يا كابتن يعني محمد اشرف توفيق قاعد مع كابتن اشرف توفيق هيتكلموا طبعا باسكت طبعا ربنا يخليك ربنا يديك الصحه يا كابتن والله لا طبعا واتمنى لحضرتك كل التوفيق كابتن اشرف توفيق طبعا احد ابرز لم يكن يعني القلائل على مدار التاريخ في كره السله بشكرك يا كابتن اشرف توفيق نورتنا وشرفتنا يا كابتن طبعا اعزائي المشاهدين ده كان تليفوننا مع كابتن اشرف توفيق كان لازم يكون موجود وابن الوز عوام هنكمل لقائنا ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل كنا سعدنا طبعا بمداخله الكابتن اشرف توفيق خلينا نروح للتايم اوت اللي كان الاخير او الوقت المستقطع اللي كنا خسرانين فيه باسكت وفاضل 3 ثواني خلينا نسمع من كابتن محمد اشرف توفيق قال لهم ايه في التايم اوت اتفضل يا كابتن هو 3 ثواني باسكت ايوه فرق باسكت و لسموح والكره معانا من نص الملعب تمام احنا عندنا الادفانتج بتاع طوال القامه ده ان انت لو جبت باسكت وان مور تبقى بتو مور ولو خدت فاول اصلا بثلاثه خلينا اشرح لكم يا جماعه طوال القامه في الاتحاد السله بيدوا ادفانتج ليه لو جاب كوره 3 بونت بتبقى باربعه لو اتضرب ما ياخدش وان مور ياخد اتنين دايما بيدوا له بلس نقطه عشان طوال القامه يشجعوهم ان هم يلعبوا الحلقه اكتر اتفضل فانا كان معيش غير 3 ثواني فالثلاث ثواني دي اقدر احط تو دريبل واطلع ليا يعني تمام فعملنا لعبة كده شرحت لهم لعبة على محمد ان محمد هيطلع فهم كلهم هيلعبوا محمد طارق خيري كله يطلع يستلم الكورة
محمد هيطلع من سكرين من بلال، بلال طوال القامه. فلما بلال الطبيعي ان هيسيب مانو هيسيبه ويروح لمحمد عشان هو الهداف بالظبط كده. فانا عايز اوصل بقى الكره ساعتها ايه لبلال عشان هو كلهم هيروحوا مع محمد. انت بتوديهم في حته، فبلال هياخد الكره في حته في الهاي بوست خطر جدا. هيحط دريبلاه يطلع يحط لاب هيعمله معاه فاول او كاونت مور، يبقى احنا كده كلت الحلقه. رحت للاضمن يعني تمام. فهم ما طلعوش مع بلاه، ما طلعوش مع محمد خيري، سابوه، هم سرحوا. يعني حصل ميستيك في الديفنس بالظبط كده، فسرحوا. فاللي كان مع بلال فضل مع بلال، فمحمد هو اللي فضي. فمحمد ما شاء الله عليه هو قرى الملعب، وهو ميزته في شوته. فخلاص هو خد القرار وعنده ثقه في نفسه وحط دربلها. الكره ما كانتش من بعيد على فكره، بس هو ما شاء الله عنده شخصيه، عنده شخصيه ان هو يخلص. صحيح. فحط دربل مع ان هو يعتبر جوه الجيم هو مش فاول ترابل على طول. يعني فاول ترابل لعب حوالي 15 20 دقيقه ماكسيمم، لان عامل فاولات فانا اضطريت اخرجه يعني عشان الاقيه في الاخر افنش فيه. والحمد لله سبحان الله هو اللي فنش. يعني كنت ممكن اتقل عليه شويه ويلبس اولاد ما لقوش في الاخر خالص كره زي دي. سبحان الله. قرارات صح ورا بعض بتتقدم بتوفيق ربنا، توفيق ربنا بتلبس بقى في الاخر. بالظبط كده. فهو ما شاء الله عليه حط الدربلايه 10 على 10 وشاط الكره بثقه وعلى طول. شاط الكره بثقه بالظبط كده، وده توفيق ربنا. وعمرو كمان كان هو اللي بيطلع الكوره. اقول لك عمرو انت بص البرتقانه كانت معاه. يعني ممكن انت بتطلعته وحطيتها في ايد الدفاع. بالظبط. كلمني بقى عن الكام ثانيه دول. هو المفروض هو الكابتن انا اطلعها لبلال يعني فيما معناه. فانا ما لقيتش بلال فاضي، بس هو انا كنت عارف لما اديها خيري، خيري هشوط. حتى انا وقفت. ايوه اي صح. انا وقفت ما عملتش حاجه. انت طلعتها لخيري وفضلت مكانك. بالظبط. بس ثلاث ثواني برده مش هتعمل حاجه. يعني حتى لو هو مش هيرجعها ليه؟ وغير كده يعني انا واثق فيه يعني ما شاء الله عليه يعني شوطه يعني حلوه يعني. طب طلعها من ايده وانت شايف الكره رايحه قلت هتيجي بامانه؟ لا. ما كنتش في ترقب كده قلت مش هتيجي. لا الصراحة. قلت مش هتيجي. بس انا قلت يعني ممكن وممكن لا، بس انا لقيتها في الاخر بقى راحه بكيرف فحسيت يعني في الاخر. ايوه 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 جت. رحت. طب نزلت عملت ايه؟ قعدت اتنطط على رجل واحد. جالك شد في رجلك تلاقيه؟ لا انا وقعت في الكوارتر الثاني رجلي اتلوت. ايه ده جالك سبين انكل؟ بس ربطت ونزلت عشان اكمل في الثالث. ربطت ونزلت. فانت كنت بتنط برجلك السليمه يعني. انا هو البنج اشتغل بس جه في اخر دقيقه باظ خالص. باظ خالص الحمد لله. حتى في اخر دقيقه الكابتن قال في الديفنس طلعني، رحت قلت هو ده. عشان صراحه ما كنتش قادر يعني ما كنتش قادر. طب ما خلي بالك برضو دي ثقه من كابتن محمد ان يقول لك طلع الكوره. خلي بالك كابتن ما هو لسه بنقول في الفاصل قبل ما نرجع الهوا ان احنا قلنا انه اللي بيطلع الكره ده اخطر واحد، لان انت اللي بتاخد القرار. ما انت هتدي لطارق يا محمد طارق يا هتدي لبلال، فالقرار في ايدك انت، المفتاح اللي بيدور. هو المفروض اصلا يعني انا كنتها يعني كنت اسمع كلام الكابتن بحتا يعني كنت اديها للمدرب. صح. صح لان بلال هم ما عملوش اللي احنا كنا متوقعينه، ففعلا فدي احسن لعيب او احسن واحد ممكن ياخد الديسيشن. برافو. فهو اتصرف 10 على 10 يعني. هو كان ممكن بعد واثار ان هو اديها عشان ينفذ كلامك. في لعيبه تقول له اعمل كذا، بس انت طبعا بتقول له اعمل كذا هو المفروض يقرا. ان كذا انا بقول لك اعمل كذا عشان هيحصل كذا. ما حصلش ما حصلش انت المفروض تقرا. فهو قرا. هو قرا ان هم ما راحوش مع محمد زي ما احنا قايلين. برافو. هم فضلوا مع بلال، فهو راح مدي محمد. صح. خلي بالك كابتن دي مميزات يعني. بالزبط. النهارده الجيل ده بيتعلم حاجات والله لو قعد 100 سنه ما كان يتعلمها في الجيل ده. طبعا. لانه انت بتاخد قرار، انت صاحب قرار. الديزيشن ده في الملعب هو اللعيب، امتى شوت وامتى اخش وامتى باصي واعمل ايه. مش القران يعني، مش قران ان المدرب يدي لك كلام يبقى تنزل تنفذه بالحرف عشان لا. هو في ماتش سموحه كمان الاولاني كنت بطلع الاوت سايد برده، وكان فاضل 3 ثواني حاجه زي كده، كنا خسرانين. لا تخصص موضوع. تمام. فالمفروض كنت اديها لخيري ياخد سكرين ويروح مرجعها لبلال، او اديها لعبرادي اي حد يشوف باربعه عشان كنا خاصين مش عارف 3 بونت حاجه زي كده. وانا كان عبرادي فاضي. تمام. بس انا في الاول قلت ايه اسمع كلام الكابتن. تمام. ورحت اديتها لخيري. ساعتها ما كسبناش. فانت بعد كده بقى ما تسمعش كلام الكابتن بقى عشان تكسب. لا هو راضي راح اسمه ده وراني الفيديو، هو كان فاضي فعلا كان. وبالذات ان الراضي بيجي كويس يعني. دي كانت نتيجه ديالوج لماتش سابق يعني. أيوه. قرارك ده دي اول حاجه نعرفها. برافو. عايزين نعرف دي برضه عشان راضي نبهني. اما غير كده ما كنتش مركز اصلا اللي هو كان فاضي. فانا رحت قلت اديها خيري بقى ونكمل خطه زي ما كانت اتقالت. بس هو حسيت بقى ايه
هو بلال بالذات ان اللي هو اللي كان وراه كان حاطط ايديه قدامه فما كانش يقدر يشوف الدقايق بالظبط. طب قول لي بقى في الملعب كان بابا وماما موجودين؟ اسرتك كانت موجوده ولا كانوا بيتفرجوا في البيت؟ لا ماما ما كانتش موجوده. كانش في حد موجود؟ لا بابا اللي كان موجود واختي واخويا. عملوا ايه بقى بالكره دي لما جت؟ بابا اتنطط هستيريا بقى. هستيريا فرح طبعا. اصل هي حلوه يعني المكسب حلو يعني وكره يعني ما شاء الله خيري شايطها وغير كده يعني طريقه حلوه يعني صح يعني ما شاء الله عليه يعني هو لعيب زي ما بقول يعني كلكم كابتن يمكن خيري جاب الكره الاخيره ولكن احنا فاهمين رياضه دي فرقه احنا برضو محمد طبعا هو نفسه يقول لك الكلام ده محمد طارق خيري فرقه كلها طارق محمد طارق يا كابتن ما كانش هيشوط الا ما كان عمرو يديها له مظبوط ما كانش بلال اللي عمل له شكلين عملوا له صح كنت عايز اقول لحضرتك كده ان احنا ممكن يعني محمد ما شاء الله عليه جاب ممكن تبقى اهم كوره فعلا وهو 15 دقيقه في الجيم فاول ترابل فبرضه لا ما شاء الله زي ما محمد لا في لعيبه برضه شايله كتير في ناس شالت الجيم كتير طبعا ياسين حمد هيطلع مع حضرتك كمان شويه سكورر الجيم هاي. كله في الفرقتين عايز اقول لك ياسين ما شاء الله يعني الفرقه كلها بالظبط طول البطوله بقى في يعني مش دايما في واحد هو احسن ولا لا يعني بالزبط. كل واحد ليه جيم بالذات مؤثر فيه جدا فما شاء الله هم عليهم كلهم واحنا بنغير كتير وطول السنه بقى مش حتى بطوله بس كلامك صح 100% يا كابتن 100% حتى بقول لهم هو دي الميزه اللي احنا كنا انا قلت في الاول احنا كنا 12 هو والثمانيه اللي بره سواء اي حد فينا ينزل هو كلنا نفس المستوى او كلنا نفس اللعيبه نفس الطريقه بس هو فرق بس ايه يعني تبقى مثلا فرق خبرات مثلا في ناس اكبر فخبراتها اعلى لكن كمستوى كله نفس المستوى عجبني الطريقه اللي بيتكلم بيها وعجبني ثقتك في فرقتك وثقتك في زمايلك دي حاجه يعني جميله جدا ودي على فكره بص خلي بالك كابتن يعني انت برضو يعني قائد الدفه وانت تقدر تزرع في اللعيبه الحب ومعلش انا اسف تقدر تزرع في اللعيبه برضو غير الحب مش هنقول حاجه ثانيه ممكن يبقى بيغيروا من بعض بتاع بس انت اللي في ايدك الدفه يا كابتن طب تقول لاي مدرب ايه لما يبقى عنده عدد كبير من اللعيبه يعمل ايه عشان دايما يحافظ ان في الروح دي موجوده هو موقف صعب جدا يعني اي حد محطوط في ستيشن ده صعب جدا بقدر الامكان يبعد عن الظلم يعني يحاول يتجنب انه يظلم حد ودايما يدي الناس كلها ويعملها زي بعض ودي من اكتر حاجات اللي فرحتني ان انا كره زي بتاعه محمد في اخر ثانيه في السنه في اخر ثانيه في البطوله في اهم لحظه في البطوله في السيزون كله ان هي تخش بالمنظر ده يبقى الحمد لله اللقطه يا كابتن اللقطه جايبينها لكم بقى من كاميرا بص اهي بالظبط الله تحاول تجري دلوقتي بص الفرحه بص يا خبر ابيض ايه ده راح فين يا كابتن محمد بابا 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 بس اقول لك على حاجه انت اتصرفت صح انت جريت بره حدود الملعب انت جريت ده انت اتصرفت صح ما شفتش في الاداري بقى دخل فوقش دخل جوه بعد كده لف من ورا دكه سموح ما خلاص ما لاقي نفسه في حته لا ده عدى المرابيل قال لك ارجع طبيعي ان الجيم خلص هو كان فاضل ثانيه عشان كنا مضغوطين لا سيبوها لنا شويه يا جماعه ده اهو عمرو اللي قاعد معانا اهو بيطلع الكوره خدت بالكم هو بص الاول على مين على بلال ما لقوش فاضي راح مديها وادي الشوطه دب بص بقى كابتن محمود عشان توفيق بقى في الفرحه يا خبر انت ما درتش سبرنت ده وانت بتلعب يا كابتن انا قلت لهم كده ما حصلتش مزق الحمد لله ما فيش حاجه تمام احنا تمام احنا تمام بعد السبرنت ده يا رب يكتر افراحنا يا رب حاجه جميله بيبقى انفعال انت بقى هنا رجعت بقى بعد كده رجعت بدات تبص بقى ركزت خلاص ركزت ان بدات تركزوا فاضل 2 من 10 من الثانيه اكيد الملعب ما وقفش في ال 2 من 10 ثانيه الجيم خلص يعني 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 اللي عاجبني انه انت رحت لاقط بدات بقى تركز اللي بعده هعمل ايه يا خبر ابيض لا وبصوا الناحيه الثانيه انا عايز بس ايه واحنا بنجيبك بسرعه يا كابتن حامد بصوا بنش سموحه يمكن جت في لقطه كده بسريعه يا عيني برده يعني انا بشكرهم جدا لان دي رياضه يوم ليك ويوم عليك في الاخر مكسب وخساره وكل الفرق بتجتهد بس في الاخر في حد واحد بس اللي هيكسب دي يمكن دي اوحش حاجه في الرياضه ان في واحد بس هيكسب دايما فهم انا بشكرهم بصراحه وبشكر كل الفرق وكل المدربين بصراحه بطوله كبيره جدا 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 من اقوى بطولات الناشئين في السنين الاخيره بطوله كبيره جدا ويعني احنا توفقنا الحمد لله كرم من عند ربنا وهم يعني ربنا ادى كل واحد على قد تعبه يعني الحمد لله الف مبروك يا كابتن محمد نورتيني وشرفتني ونتمنى لك كل التوفيق دايما والف مبروك يا عمرو برده نورتيني وشرفتني ونستاذنكم نطلع لفاصل يا كابتن محمد ونستقبل بقيه الفرقه النهارده ابطال الجمهوريه 16 سنه بطوله عزيزه علينا لان كان فيها حجم منافسه واحترامنا لكل المنافسين كبير نطلع لفاصل ونستقبل باقي اللاعبين
اهلا بحضراتكم من جديد. احنا مكملين مع حضراتكم فريق 16 سنه ابطال الجمهوريه، معنا اثنين لعيبه من اعمده الفريق، والجميل ان هم سنين مختلفين، يعني انتوا عارفين الجيل ده بيبقى 2006 2007. فاحنا معانا ياسين حامد احد افضل اللاعبين، والحقيقه من اللاعبين المجتهدين جدا واللي كان ليه دور كبير. لسه كابتن محمد اشرف توفيق قال ليه دور كبير جدا في الفوز بهذه البطوله. اهلا بيك ياسين. الله يخليك. منورنا. عنورك الله. ايه مكسوف ولا ايه؟ ده انت البطل والنجم النهارده. ربنا يوفقك يا حبيبي، الف مليون مبروك. شكرا يا باشا. معانا يعني لاعب ما شاء الله عدى ال 2 متر ومنتظره مستقبل باهر، ومش كده بس، من اللعيبه اللي بتشتغل على نفسها، لسه سنه صغير 2007، يلعب السنه الجايه كمان 16 سنه. بنرحب باحمد ربيع. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا كوتش. منورنا. منورك الله. والف مبروك يا عم الكاس. الله يبارك في حضرتك. الكوسه حلوه والدنيا جميله. اه والله. طب خلينا نروح لياسين. ياسين يمكن انت ليك قصه كده، ان انت كنت السنوات اللي فاتت يمكن ما كنتش بتلعب. ايوه. يعني كنت 16 ب، كنت 16 الف، ولكن انت ما يأستش، اشتغلت على نفسك، طورت من ادائك، نلت ثقه كابتن محمد اشرف توفيق، ومش كده بس، وكسبتنا البطوله دي. كلمني عن الفتره اللي فاتت. انا من ال 14 سنه زي ما حضرتك قلت ما كنتش بلعب، عشان برضه اقول انا ما كنتش كويس، ولا كان عندي ثقه في النفس، ولا حتى ما كنتش بشتغل على نفسي، جسمي ما كانش كويس، الباسكت بتاعي ما كانش كويس، ما كانش عندي شوطه. فابتديت مع الوقت اركز واشوف واحط اهداف، انا عايز اعمل ايه وعايز اعملها امتى. فحطيت اهدافي وابتديت اشتغل على نفسي واتمرن باسكت وجيم وفيتنس، ولغايه ما الحمد لله يعني وصلت اللي انا فيه. تسمح لي هنيك؟ شكرا. تسمح لي اعرف ليه هنيك؟ لانه انت قلت انا عندي مشاكل، ما كنتش بلعب لان فعلا كان عندي مشاكل. فانت كنت امين مع نفسك، صدقت نفسك، اشتغلت على نفسك، طورت من ادائك، ربنا كرمك. وعايز اقول لك ان انت يعني اشاده كابتن محمد اشرف توفيق بلحظات بيك دي بتهيألي برضو تقدير تاني خالص. رايك ايه؟ الحمد لله. يعني بصراحه كابتن محمد عمره ما قصر معايا، حتى في ال 14 سنه ما كنتش بلعب، لما كنت بساله كان بيقول لي بكل صراحه، ما كانش بيكذب عليا، يقول لي مثلا مقصر في التمرين، اني محتاج اتمرن اكتر، محتاج اشتغل على جسمي. عمره كان بيقصر معايا لغايه السنه دي الحمد لله. السنه كلها من اول السنه الاخيره كان دايما عليك. كويس معايا ومعتمد عليك ونوعا ما. ايوه معتمد عليا، ودايما بيكلمني وبيقول لي غلطاتي، وانا بصراحه برضو كنت بطلب منه يقول لي غلطاتي، وما كنتش بفوت تمرينه. حتى ساعات كان بيقول لي ريح، اقول له ما ينفعش، ما كنتش اريح. لا فعلا، يعني هو اللي بيقول لك ريح. أيوة. وانت ما كنتش بتقول له، بتقول له لا انا هكمل تمرين. ايوه فعلا. برافو عليك. طب قول لي انت ليك اخ اكبر منك. ايوه. بتتكلموا مع بعض؟ طبعا. اي حاجه بتحصل لي برجع له. كريم صح؟ كريم مش كده ولا اسمه؟ يوسف. يوسف، انا اسف، يوسف. دايما برجع له. فعلا. ما عنديش غيره. ربنا يخليك. لازم دايما هو بيقول لي كل حاجه. لما مثلا بقى في حاجه مش فاهمها بساله عليها. في حاجه في الباسكت عايز اعرفها اكتر، يفهمني، ينزل يتمرن معايا، يمرني كده يعني. يعني بتشاركوا بعض في كل حاجه. ربنا يخليكم لبعض ان شاء الله، وتاخدوا ايديكم في ايدين بعض كده وتطلعوا الفريق الاول باذن الله. ان شاء الله. اجي لك يا احمد بقى، انت بقى يعني انت حبيبي بصراحه. الله. انا بحبك جدا. بحب حضرتك. ربنا يخليك يا حبيبي. وانا من الناس اللي كنت شايف انت ما شاء الله بتتطور وبتعمل بروجريس نفسك عالي جدا في الملعب. ما يخليك. قول لي يعني الفتره اللي فاتت، سنتين اللي فاتوا 14 سنه مع اول سنه 16 اهو، عملت ايه مع نفسك؟ اشتغلت ازاي مع نفسك؟ انا بعد المنطقه بدات اشتغل على نفسي، حسيت ان كان في مشاكل، كنت يعني وزني زايد وايديا وحشه على الباسكت وكده، فاشتغلت على نفسي وفتنس وجيم. فالحمد لله ربنا باركني بثلاثه راجل مباراه في الجمهوريه. ده في 14 سنه. في 14 سنه اللي فاتت. برافو فعلا. السنه دي في قبل المنطقه بشويه جالي اصابه للاسف. ايه بقى كان جالك؟ انا شفتك فتره شد في الخلفيه. الخلفيه. واثرت معايا حتى بعد المنطقه بشهر، فضلت قاعد. خبر ابيضك. فبعديها بقى يعني كان لعبي وحش برده، فبدات اشتغل على نفسي شويه، بس كان الوقت ضيق. وقت ضيق صراحه، كان وقت ضيق قبل الجمهوريه خالص. طب قول لي يعني ما شاء الله انت برده يعني الطول والـ 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 والسن الصغير، لسه عندك السنه الجايه، السنه الجايه احنا مرتبط. خلاص ان شاء الله يبقى انتم بقى الدرجه الاولى، مستعد لها كويس؟ لا لسه عايز استعد ان شاء الله. انا هبدا اشتغل على نفسي. أوه. واشتغل اكتر كمان، وان شاء الله خير ناخد ثلاث البطولات ان شاء الله. انت قدها ان شاء الله. طب قول لي يعني يمكن الكره الاخيره بتاعت محمد طارق خيري والمباراه الاخيره عامه، كان دي احداث كثيره، وتاخرنا 11 بونت ورجعنا. طب انت كنت حاسس ان احنا هنكسب ولا كنت قلت لا خلاص؟ لا كانش في شك خالص، احنا كنا هنكسب طبعا. وكان عندي ثقه في الفريق كله. حتى لما كنا خسرانين فرق كبير كنت برضو واثق ان احنا هنرجع وهنعمل ديفنس كويس ونسمع كلام الكابتن. طب ليه الثقه دي جايه لك من ايه يا احمد؟
ان الفريق كله كويس مع بعض وكلنا بنحب بعض، ففي يعني في كلام حلو مع بعض. حلو. يعني انت حاسس ان احنا نستحق نكسب؟ اه. انت حاسس ان الفرقه يعني عندك ثقه وايمان بفرقتك؟ صح. اه طيب قول لي يعني طيب مين اقرب واحد ليك في الفرقه؟ بتقعد مع مين في الاوضه؟ والله في ناس كتير. زي مين؟ قول لي بس. انا اخر معسكر كده واخر بطوله كانت ما عسكرتش معاهم عشان كنت مصاب. كنت بس مصاب. يعني في عامه في 14 يا سيدي، خلينا نرجع. كنت بتعسكر بتقعد مع مين في الاوضه؟ في الاوضه كنت بقعد مع واحد اسمه كريم توفيق. هو مش معانا دلوقتي في الف، ومازن. السنه الجايه لكم بقى ان شاء الله. ومازن. طيب وشايف 2006 طبعا هيطلعوا بقى خلاص 18. شايف ان انتوا تقدروا تسدوا الفجوه دي، تسدوا يعني قادرين تشيلوا من الاخر؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كويس. ان شاء الله. نشد على نفسنا ان شاء الله في السنه دي، واحنا بنكلم بعض دلوقتي وبنحاول نشجع بعض ان احنا نسد وناخد ان شاء الله ثلاث البطولات. طب ثلاث بطولات. طب قول لي انتوا دلوقتي اوف سيزون خلاص، انتوا قاعدين مفيش تدريب، انتوا بتستعدوا بقى ان شاء الله شويه امتحانات تخلصوا ترجعوا بقى للمباريات. طيب اصعب ماتش كان في الست في خمس مباريات بتوع الفاينل انت من وجهه نظرك كان ايه؟ كان سموحة الماتش الأولى، علشان احنا لعبنا ماتشين في أقل من 10 ساعات. ليه بقى؟ فهمني تاني ازاي؟ في ماتش الساعة 8 بالليل. بالليل وخلصنا 11. تمام. عبال ما روحنا كده وكان 1-2 بالليل. لعبتوا امتى بقى تاني؟ لعبنا بقى يوم الساعة 4 الصبح اليوم التاني. 4 العصر. ده انتوا ما كملش عليكم 24 ساعة. ما كملش. فكنا مجهدين جدا وما كناش قادرين نلعب خالص. ودي لقطات يا أحمد لزمايلك من المباراة النهائية، يعني كان برضو باين عليكم الحماس واللي انتوا عايزين تكسبوا بجد. يعني المكسب ما بيجيش من فراغ والتوفيق ما بيجيش من فراغ. انت فين في الملعب هنا يا سيد؟ جالك كرة او حاجه؟ عشان بس انت رقم كام؟ 21. هو اللي جايب الباسكت ده. يا عيني عليك، دي بص محفظه، دي جات لك. بص لقيتها كده. بص هو هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم. ده عمرو. ايوه. لا عايز اقول لك احمد برضو، يعني اكيد انت ليك مثل اعلى في السناتر، يعني مين مسك الاعلى؟ طارق غنام واسماعيل احمد. ايه ده انت داخل على البحر على طول. انا اتنين جامدين قوي، بس ان شاء الله تبقى زيهم. ان شاء الله. ان شاء الله تبقى زيهم. طب قول لي يا ياسين، عايز يعني برضو نفس الكلام اللي قلته لاحمد، خمس ماتشات جامدين، مين اصعب ماتش انت شايفه او اكتر ماتش كان صعب بالنسبه لكم؟ بالنسبه لنا كان ماتش الزمالك. طب ليه السبب؟ لان احنا كنا خسرين من الزمالك الاسبوع اللي قبليه. كان عندنا ماتش بونت باين. كنا خسرنا بونت، كنا ما كناش موفقين قوي اليوم ده، وما كنتوش كاملين. ما كناش كاملين. كان خيري ما كانش معانا، كان مع 18 سنه، فهو كان اصلا ماتش تحصيل حصل. فما كانش بوينت جاردتنا معظمهم كانوا مصابين. فكنا بنلعب من غير بوينت جارد. فانت كنت قلقان من الماتش ده؟ كنت قلقان ان انت يعني ماتش الزمالك ده بالنسبه لك كان اصعب ماتش، لان احنا كنا خسرين قبل اسبوع منهم. مش اصعب، بس الاجواء يعني. الاجواء. حتى داخلين الماتش فرقه مش كلها واثقه في نفسها، بس احنا كلنا جمعنا بعض، وخيري كابتن الفريق وكل الكبار جمعنا بعض وقلنا ما فيش حاجه نخاف منها، احنا الاهلي. بالظبط. مفيش حاجه. كسبنا كام بونت يا سيدي؟ كسبنا ماتش الزمالك 4 بونت تقريبا او 3 بونت. بس الحمد لله عدى. يعني حتى يعني انتوا يعني بعد الماتش وبعد النتيجه، انت صورتك هي كمان يا ياسين بتجري 21 اهو، بتجري على طبعا بتحتفلوا بمحمد خيري بعد الكره بتاعته. لا لحظات حلوه يعني جميله. طب قول لي يعني انت الماتش ده يعني لو اتعاد تاني وجات الكره تاني لمحمد طارق خير، انت رايك يشوطها ولا ما يشوطهاش؟ بصراحه هي كره ما تتشطش. قلبه جامد يا احمد. ايوه قلبه جامد. هي اصلا جت في البورد يعني. صراحه احنا كنا خايفين كلنا، وكنا بسم الله وخايفين حاطين ايدينا وبندعي لربنا انها تيجي، والحمد لله جت. سبحان الله. يعني برضه عايزه قلب، يعني هو ثقه وبيتمرن عليها، شاطها جابها، فهي بتبقى يعني كور صعبه، بس ربنا بيكرم. طب قول لي يعني انت مين ماسك الاعلى يا سيد؟ ماسك الاعلى في مصر؟ في مصر ما عنديش. ما عندكش. يعني انت يعني ما فيش حد انت عايز تبقى زيه. طب على مستوى امريكا، خلي بالك هو مش معنى كده بيقل في اللي مصر خالص، بالعكس انت بيبقى في نمط لعب انت حبه مش لاقيه في حد في مصر بيلعبه، مش عشان اللي في مصر وحشين. انا فاهم انت بتقول ايه، بس طب مين بره؟ دونيفن ميتشل. بس ده 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 حاجه صعبه قوي. ده حاجه وما شاء الله لعيب كامل، يعني بيعمل كل حاجه. بتتابع ماتشاته؟ كل ماتشات الام بي بتابعها. بتتفرج عليها انت ويوسف؟ طب لو ماتش الفجر حلو بتعمل ايه؟ بقعد برضه بس بعد ما كله ينام طبعا. طب والمدرسه يا باشا والقصه وبتاع؟ بصحى متاخر بقى. اعمل ايه؟ ايوه يا باشا اصحى متاخر، انا كنت اتفرج على الماتش.
طيب قول لي بابا وماما في البيت كانوا موجودين مثلا الماتش الاخراني حد من اسرتك؟ مين؟ اخويا ومامتي وباباي. عملوا ايه بعد الكوره؟ كلهم فرحوا، اخويا كان مستنيني تحت على الباب اصلا. اشتريا اول ما الكوره اتشوطت دخل جري وقعد يحضنني. حبايبي اشتريا اشتريا فرح. انتوا ليك اخوات تانيين انت ويوسف ولا حد؟ عندي اخت صغيره. بتلعب باسكت برضو؟ لا للاسف. لا عندها كام سنه؟ 10 سنين. هي ما حبتش الباسكت بقى. مالهاش في الرياضه قوي. طب وانت احمد ليك اخوات؟ عندي اخ صغير. ايه بيلعب باسكت ولا بيلعب باسكت؟ فادي دجله. فادي دجله. عايزين ان شاء الله نجيبه الاهلي. هيجي يا باشا هيجي شد حلو كده والنادي الاهلي مش هيسيبه طبعا. يعني اخوه بطل ونجم كبير. طيب يعني مين بره مصر تحب تبقى زيه؟ انا مثلي الاعلى شاكيل اونيل. شاكيل خمسايه. بس ده خطيره بشريه. طبعا بس انا حاسس ان في حاجات شبيهه لي بصراحه عندي. انت بتلعب بظهرك كويس، بتاخد بوزيشن كويس، يعني برضو في حاجات فعلا متشابهه. هو اصلا ما بيعرفش بره كتير زي انا بقى تحت الباسكت بس. بس خلي بالك برضو انت يعني انت اشتغلت على نفسك. انت كان يمكن زي ما انت قلت كلمه حلوه، انت كنت الفينش بتاعك ما كانش كويس بس انت طورته بشكل كبير جدا. طب يعني كنت بتمرن ازاي؟ كنت بتيجي تتمرن لوحدك ولا كنت مع الفرقه ولا ده شغل منتال بتركز؟ يعني عملت ايه عشان تطور؟ طبعا مع الفرقه، وكنت باجر ملعب جنبي وكنت بلعب فيه. فين بقى بتاجر ملعب؟ فين؟ في عندها مركز الشباب تجمع الاول، في هناك بتقدر تاجر ملعب. برافو. بتروح كنت بتشتغل على نفسك؟ كنت بتروح لوحدك؟ واوقات اخويا يجي معايا. هايل. يعني قصدي اقول لي ان هو ايه، يعني زي ما بيقولوا انت عايز تشتغل يعني، فبتلاقي اي مكان عشان اروح اتمرن واشتغل على نفسي. طيب نفسك تشتغل نفسك في ايه؟ فاضل لك ايه يعني؟ عايز تطور ايه؟ انت بتقول انا يعني انا عندي اوف سيزون، عايز ايه تطوره في نفسك الفتره دي؟ طبعا اطور من نفسي اكتر. تحت الباسكت برضو بضيع بس لازم اطور من نفسي اكتر والعب بره بقى شويه. شوف بقى ثلاثات وبتاع ان شاء الله. تقدر؟ مش عارف. لا ان شاء الله. انا بقول لك تقدر ان شاء الله. طب كل حاجه بالتمرين. كل حاجه ان شاء الله. طب قول لي، كان حد من اسرتك حاضر المباراه؟ مين؟ كانت مامتي واخويا. وبابا كان بيتفرج على الموبايل. بابا كان بيتفرج عليه في اللايف. وبس ماما واخوك كانوا في الملعب. عملت ايه مثلا ماما واخوك؟ طبعا فرحوا. طبعا صحيح الصدمه بصراحه. صدمه انها تيجي. احنا اتصدمنا كلنا. اتصدمنا والله. صدمه حلوه. بصراحه حلو. صدمه حلوه. كلنا فرحنا. حلو. طب اخبار الطايره ايه يا جماعه؟ ماتش الطايره 2-0 دلوقتي لنادي الاهلي. ما شاء الله ما شاء الله 2-0 في الاشواط. يتبقى شوط وحيد ان شاء الله، ونبارك لفريق النادي الاهلي. ولكن الشوط الثالث 7-6 النادي الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعوض ويبقى ان شاء الله دي المباراه الاولى في السلسله. طب خلينا اتكلم معاك ياسين. يعني انت بتتابع مباريات الدرجه الاولى؟ كلها. بتروح ولا بتشوفها؟ اللي بتقدر تروح تروحه، واللي بتقدر تشوفه على التلفزيون، اللي ما تقدرش تشوفه على التلفزيون. ايوه. طب احلى ماتش عجبك السنه دي درجه اولى؟ اخر ماتش الاتحاد اللي كسبناه. فعلا. طب ايه اللي عجبك في الماتش؟ ان احنا كنا قبليها اصلا خسرانين من الاتحاد، عندنا فرق كبير يعني. صحيح. ورحنا خسرنا هناك تاني. ورحنا خسرنا هناك للاسف، ما كناش موفقين في ولا واحد من الماتشات. بس لما جه وقت الجد ماتش البطوله خلص كسبنا. طيب ايه اللي عجبك؟ ايه اللقطه اللي عجبتك في الماتش او الكوره تفتكر؟ احمد اسماعيل الشوطه بتاعته، الشوطه اللي جابها في الاخر. ان هو ضيع واحده في نفس الهجمه وشوطها تاني. شوطها تاني. طب احمد انت بتتابع الدرجه الاولى؟ بس الايام دي كنتش بتابع عشان المذاكره. ما اتفرجتش على ماتش الاتحاد والاهلي اللي فات؟ لا بس شفت شويه لقطات. شفت لقطات. احلى كره عجبتك ايه من اللي شفته؟ هي بصراحه زي ما ياسين قال. اخر شوط كانت حلوه جدا. ما هو بص كان مجليها قبلها. وكنا بنتكلم امبارح في النادي ان هو جلاها وراحت ولماها ايهاب امين اداها لتومسون. تومسون ما كانش عايز يديها له تاني على فكره. هو قال لك يا لاعب انا خلص انا لسه مجلي، بس الزنقه مديها له. بس دي الثقه. انت قلت لي كلمه في الفصل، الثقه مهمه يا ياسين. ايه بقى؟ هو ان 90% من اللعيب بيبقى ثقه في النفس، وال 10% الثانيه دي بتبقى مجهوده والتمرين اللي هو اتمرنه وامكانياته وثقه المدرب كده. بس 90% بتبقى ثقته في نفسك. مين اللي قال لك الكلام ده؟ نفسي. برافو عليك. يعني انت قعدت تشوف وبتراي اند ايرور وتشوف الدنيا حواليك كده. كلامه صح. طبعا، عشان انت لو ما عندكش ثقه في نفسك هتعمل ايه في الملعب؟ لازم يكون عندك ثقه في النفس عشان تبقى عارف انك هتعملها وعارف انك هتجيب. عشان التوتر مش هتخليك تعرف اصلا، يعني انت كانك بتمر مرتين في الغلط، فمش هتحس انك انت اصلا عملت الصح. يعني انت هتعمل الغلط عشان انت متوتر، فانت لازم تبقى واثق في نفسك 100% وكمان 90% زي ما ياسين قال. طب انت تعلي ثقتك في نفسك ازاي؟ تعليها ازاي في نفسك؟ انك تشتغل على نفسك وتبقى يعني هي منتلي عامه، انك انت لازم تركز انك انت تبقى واثق في نفسك ومركز، او انك عارف انك هتجيبها
وانا عارف انك هتعمل ديفنس صح، عارف انك هتعمل كذا في الملعب. صحيح. طب وياسين انت برضو تعرضت لمطب، يمكن احمد ما تعرضتلوش برضو، ان انت كنت بعيد ما كنتش بتلعب، فكنت يعني زي ما بيقولوا نفسيا يعني ما فيش ثقه، بس اشتغلت على نفسك وعديت بالمرحله دي وقدرت تقف على رجلك وتقول انا اهو يا جماعه انا جاهز. طب قول لي في 18 بقى انت طالع حلو على 18، طالع بقى على مواليد 2000 وكام؟ 2005. جاهز؟ جاهز طبعا ان شاء الله. طب شايف ان الدنيا دلوقتي يعني دلوقتي مستواك يقدر يلعب معاهم؟ اه انا اصلا كنت متصاعد معاهم اخر كام شهر دول، كنت متصاعد معاهم. برافو. كابتن كابتن اسلام الكيلاني كان مطلعك معاهم. ما كنتش ما توفقتش ان انا العب معاهم ماتشات، بس اتمرنت معاهم كتير. حسيت ان الدنيا قريبه مش بعيده. مش بعيد فرق بس بدني، الحمد لله ما ريحتش من ساعه البطوله، ان شاء الله هجيبهم عادي. طب انت بتتمرن بدني لوحدك مش كده؟ واحمد كمان بيتمرن. مره كنت انا بتمرن في وادي دجله وشفتك بتتمرن. صحيح. بتشتغل بدني على نفسك صح؟ وحاسس ان البدني ده مهم؟ طبعا. هم فرقه ما شاء الله جسمانيا اجسامهم بتسوى الباسكت بتاعهم. برافو عليك. صح. هم فرقه ما شاء الله جسمانيا كلهم معضلين. وبس ان انا في الباسكت ما اعتقدش، اعتقد احنا جيلنا كفكر في باسكت احنا احسن. برافو عليك. انا عاجبني والله شخصيتكم، بس انا نفسي اتكلم معاكم، نفسي اطلع اللي عندكم، بس طبعا وقت البرنامج عشان نطلع نستقبل الضيوف او اللاعبين الاخرين. انا بشكرك يا ياسين، نورتيني وشرفتيني والف مبروك. مرحبا احمد، نورتيني وشرفتيني واتمنى لك كل التوفيق انت وياسين ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نكمل كلامنا مع باقي اللاعبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، مكملين حوارنا مع الفريق 16 سنه واحتفلنا بيهم كره سله، واللي قدرنا الحمد لله نفوز بطوله الجمهوريه بعد مباراه عصيبه مع سموحه وايضا بطوله عصيبه. في البدايه برحب بمحمد طارق خيري صاحب القضيه. اهلا بك يا محمد. اهلا بحضرتك. عجبتك القضيه؟ برحب بياسين عبد احد نجوم الفريق، والحقيقه اللي كان ليه دور كبير واعتماد كبير من كابتن محمد اشرف توفيق عليه. اهلا بيك يا ياسين. اهلا بحضرتك كوتش، منور قناه النادي الاهلي. منورك. طب خلينا نروح لمحمد. محمد يعني برضو جمهور النادي الاهلي طبعا كان بيتابع الماتش، والبطوله خدت زخم كده حلو، يعني حاجه زي الدرجه الاولى، وكانت الناس متابعاك، والجميل ان احنا فزنا في الاخر. كلمنا على اخر كوره، هيخش على المضمون بقى على طول. التايم اوت اتقال في ايه وايه اللي حصل بالظبط؟ التايم اوت كان المفروض ان هو ياسين هيطلع وبعديها انا اطلع وراه عشان كله يعني يجي عليا، وان بلال ياخدها يحط باسكت ياخد 3 شوتس عشان طول القام. تمام. بس انا طلعت وممكن حد يشتغل عليا يعني، فاخدتها الحمد لله. فانت قريت الايه؟ الملعب. الملعب. طب انت وانت بتاخد الكره كده كنت واخد قرارها شوطها، ولا خدت الكره قلت هي دي؟ يعني انت بص عليها هي يا محمد، الكره اهي، افتكر كده انت لما استلمت الكره في ايدك كنت واخد قرار بالشوطه ولا قلت هخش اشوف اعمل ايه؟ لا كنت واخد قرار بالشوطه. كنت واخد قرار بالشوطه. طب بصيت على الساعه وانت بتسلمها؟ لا كنت عارف، كنت شايف الساعه اصلا. مقدر الوقت. خدت الكره، يعني انا كنت بقول انت شوطها ايد ورجل، انا بقول بمسافه بس هي بعيده، ما ايد ورجل عشان هي بعيده. طب انت بعد الكره لما جت عملت ايه؟ كان اداري بيجري عليا في الملعب، فيها ممكن ناخد تكنيكال فاول زقيته. بس انت رد فعلك فاجئني، انت ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه. يعني انت ما جريتش، ما عملتش. بص تاني الكره اهي، يعني انت لما جت، انا طبعا مش هتبقى التركيز عليك وعلى ياسين طلع هو ما استلمش، انت اتخبطت كمان ياسين وانت طالع، انت خدت حاجه ببقك. خدت كوع ولا خلاص خبطت في راسي. بس الخبطه دي انت خبطت في راس المدافع صح؟ ما انا شفتك رحت ماسك. هدوها تاني كده يا جماعه، ياسين اللي كان طالع، فبصوا ياسين وهو طالع، لما الكره تتعاد هتاخدوا بالكم. بصوا كده هتشوفوا ياسين وهو طالع اتخبط خبطه، يمكن الخبطه دي يعني كانت ايه، يعني سحبت الدفاع برده معاه يعني. أو كان واضح ان الدفاع ميت عليك ممكن يروح عليه. يعني بصوا يا جماعه، ياسين وهو طالع هتبان هنا بقى، ياسين وهو طالع اتخبط في 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 راس المدافع. بصوا اتخبط اهو، حتى حط ايده على بقه، شايفين؟ نزل دم وكده، نزلت دم. دي اتفتحت بقى. طب قول لي كلمنا عن اخر كوره ياسين، كلمنا. هو انا في التايم اوت الكابتن كان عايز نطلع عشان نفضي خيري، وخيري ما استلمش، بلال يستلم ويلعب عشان طويل وكده. تمام. خيري استلم. طب لما خيري استلم ما قلتلوش شوط؟ ما لحقتش تقول حاجه. لا كنت وقتها كنت متاكد ان هو هيشوطها بجد. طب كنت متاكد انه هيجيبها؟ برضه. راجل يا راجل، قول الحقيقه، مش عشان هو صاحبك قاعد على الهوا. والله كنت متاكد 100% ان هو هيجيبها. برافو عليك، حلو الثقه في ذات فيكم بعضيكم دي. طيب كلمني عن الموسم يا ياسين، يعني انتوا اتمرنتوا جامد، وكنتوا بتمرنوا صبح وتمرنوا بعد الظهر، وكان كابتن محمد دايما بيحب ياخد تمرينكم اخر تمرين عشان ما يبقاش حد وراه يطول. صح كده؟ شفت انا عارف ازاي. طيب يعني ما كنتش بتتضايق من التعب ده يا ياسين؟ خالص. عايزين نكمل. عايزين نكمل تمرين والله. عندنا فتنس قبليها كمان. فعلا. يعني التمرين مثلا ما كنتش بتتضايق لما تقعد ساعتين ونص؟ عايزين نطول اصلا. برافو عليكم.
والله بجد قاعد ما عايزين تمارين الصبح وبالليل. طب يعني ما جاش فتره عليكم كده احنا زهقنا بقى عايزين نخرج بقى كده خلاص مفيش كلام من ده؟ كنتوا مصرين وعايزين نكسب ومفيش زهق ومفيش تعب طب ليه 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 يا محمد؟ يعني حبك في الباسكت ولا عشان عندكم هدف ليه؟ عندنا هدف طبعا من الجمهوريه يعني نتمرن عليها من 14 واتلغت بسبب الكورونا وكده فيعني بنتمرن عليها من ساعه ال 14 فالتعب والحمد لله يعني ربنا ادانا اللي احنا تعبنا عشانه فالحمد لله. يمكن عايز اتكلم معاك انت ياسين في حاجه. بص يا محمد انت ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب ويخليك ويبارك فيك. يعني انت الفتره اللي فاتت يعني ما كنتش بالمستوى ده وما شاء الله السنه دي لقينا تحول في مستواك بشكل كبير جدا. ايه سر التحول ده؟ ايه اللي حصل؟ عملت ايه لنفسك؟ عملت ايه مع نفسك؟ يعني السنه اللي فاتت كان بدني وحش وحاجات برضو في الباسكت ده اشتغلت عليها كويس عملت ايه؟ كنت اروح اشتغل فيتنس وجيم كل يوم كل ما كنتش باخد اجازه وبنزل اشوط ونلعب الحمد لله يعني ربنا ادانا اللي احنا اجتهدنا عشان. برافو عليك. يعني انت كان عندك هدف مع نفسك الاول ومع فرقتك. طب ياسين برضو انت ما شاء الله عليك يعني برضو مستواك تطور بشكل ملحوظ. مع السنه اللي فاتت كنت في ايه اللي حصل؟ فريق بيه اتمرن مع نفسي واشتغلت على نفسي. زعلت ان انت كنت بيه ولا قلت لا؟ زعلت في الاول عادي بس فرصه طبعا اشتغلت. دليل الحمد لله انت في اخر المباراه انت في الخمسه في الملعب. فده برضو يدل ان انت اشتغلت. طيب ايه كانت مشاكلك وانت كنت شايف ايه اللي انا عايز اشتغل فيه او اطور نفسي فيه؟ السرعه والديفنس والشوطه كده. طب عملت ايه بقى عشان تطور واحده واحده من دول؟ السرعه عملت ايه؟ كنت بنزل اتمرن فيتنس واخد فيتنس مع مدربين وكده واروح الجيم. برافو. وكنت يعني كل يوم زي محمد كده؟ كل يوم. طب والشوطه عملت فيها ايه؟ كنت بنزل اشوط الصبح كتير قوي. فين بقى؟ في النادي. تنزل الصبح بدري؟ كلنا كنا ننزل مع بعض. برافو عليك. تفقوا الصبح وتنزلوا. ممكن يبقى عندكم مدرسه ولا في الايام الفاضيه ولا ممكن في مدرسه؟ مدرسه. صباح الفل بقى. تمام. يعني ممكن يبقى عندنا يوم كده ولا حاجه نجيب من المدرسه نروح. بس على فكره كل الرياضيين بيعملوا كده يا محمد خلي بالك. ولا انت فاهم يعني طب قول لي يعني مين ماسك الاعلى في مصر؟ ايهاب امين. تمام. طب محمد خيري مين ماسك الاعلى؟ ايهاب امين. ها طب بالرغم ان هو بيلعب يعني يمكن هو قريب من مركز ياسين شويه بس انت بوينت جارد وما شاء الله بوينت جارد كمل في المركز ده هتبقى حاجه جامده ان شاء الله. ايهاب امين ما لعبش بوينت جارد. عاجبك ايه اللي انت شايفه؟ شوطه داخله الثقه والفنس والثقه وبيلعب مع فريق برافو عليك وفنياته العاليه وكل ده اكيد برضو يعني في تشابه ما بين المراكز في حاجات معينه. طب قول لي انت بتحب اسالك سؤال بقى انت بتحب تلعب واحد بوزيشن بوينت جارد او بلاي ميكر زي بابا ولا بتحب تلعب جارد؟ يعني مؤمن في بدايته اخوك مؤمن طارق في بدايته كان بوينت جارد وبعد كده بقى شوتينج جارد دلوقتي انت يعني حابب انهي مركز او انهي مركز شايفه مناسب ليك؟ واحد حبه زي بابا. طب نصايح بابا ليك ايه؟ ايه اللي بابا دايما يقوله لك ودايما بيقول لك لا خلي بالك ويا ابني يا ابني يا حبيبي ما تعملهاش تاني؟ ايه دايما يقولها لك؟ مثلا في الشوطه لما ما اقفلش ايدي ورا الكوره يقول لي اقفل ايديك وفي الفاست بريك لو مش باصص فوق كده يعني دايما بيديك نصايح. طب بتسمع كلامه؟ ايوه. ما تقدرش كابتن طارق خيري بص اوعى. طب قول لي ياسين انت كمان يعني هل المدربين دايما بيوجهوا لك نصايح معينه حاجات معينه يعني ايه دايما اللي انت شايفه دايما المدربين حريصه انها تقول لك عليه؟ ديفنس وان انا اقابل لو حد داخل وكده الهلب. ودي لقطات من النهائي اهي ليكم كلكم يا اولاد اهي لقطات من النهائي ما شاء الله كلكم شاركتوا بشكل كويس وكان في عندكم شغف يعني عندكم عايزين تكسبوا احساسكم يعني في الملعب حاسسكم بتحركوا اسرع بتدافعوا. طب قول لي ياسين اصعب ماتش ايه؟ سموحه الاولاني. عشان خسرناه ولا عشان ايه؟ ايه اللي ليه كان صعب؟ هو احنا اصلا كنا مجهزين عشان لاعبين ماتشين في اقل من 12 ساعه. برضه نفس الكلام صح اللي قالوا احنا مش هنخسر الفرقه دي تاني. كده فده كان ماتش صعب. طيب ولما خسرتوا احبطتوا ياسين صح؟ لا شويه مش قوي يعني بس كملنا عادي وكنا متاكدين ان هم هيخسروا جيم. برافو عليك. لعلمك اللي انت بتقوله ده هو ده السبب هو ده سبب المكسب ان انت بتقول والله انا حاسس ان هم هيكسبوا فلازم اكون انا اعمل عليا بالظبط عليا ان انا اكسب صح ولا انا غلطان؟ صح. طيب لما طب ايه يعني انتوا لما ماتش الزمالك وسموحه انتوا بينكم وبين بعض من لعيبه الزمالك قلت لهم ايه؟ احنا كنا فاكرين اصلا ان هم يسيبوا الماتش
طب انتوا اكيد صحاب يعني بره الملعب يعني ده وضع طبيعي يعني. اتكلمتوا معاهم قبل الماتش ولا؟ كنا بنشجعهم طبعا ونقعد نسالهم هيسيبوا الماتش ولا لا، بس هم ما كانوش بيقولوا، بس احنا دخلنا شفنا حاجه ثانيه. حاجه ثانيه طب انت قول لي يا محمد، انت كنت حاسس ولا خلاص بقى احنا خدنا ثاني وكان الامل في الجزيره تكسب والجزيره خسرت في اخر كوره مع سموحه، طب يعني قلتوا ايه؟ انا كان عندي، انا كنت شايف طبعا ان سموحه هتكسب الزمالك، ما كانش حد متوقع اصلا ان سموحه ان الزمالك يكسب سموحه، بس الحمد لله احنا كنا يعني مستنيين ان الماتش ده يحصل عشان نلعب. طب اتكلمتوا مع لعيبه الزمالك؟ يعني في لعيبه في الزمالك مش عارف في لعيب اسمه نضال باين، اتكلمتوا؟ اتكلمتوا معاه ان انا هنعزمه لو كسبت. هو طلع قال كده على فكره، قلت له انا هعزمك لو كسبت. كان نوع من انواع الفكاهه يعني، فقال لكم طب عزمتوه ولا ايه؟ لسه والله. شفت بقى، شفت معايا، كلمته والله من كام يوم وما جاش. انتوا في الاول والاخر اخوات واصحاب وربنا دايما يا رب في الاخر، هو منتخب مصر هو الاساس، هو اللي هو اللي بيجمعنا كلنا. طب خلينا نقول انه ماتش الزمالك خلص وكسب سموحه، احنا كنا لمينا شنطنا وماشيين خلاص، جينا من على سلم الطياره زي ما بيقولوا، خلاص احنا عندنا ماتش بكره مع سموحه يا حلو. شفت الماتش ازاي؟ قلت هنكسب ولا كنت حساسه؟ لا كنا هنكسب ان شاء الله، وقعدنا مع بعض نتكلم عشان الروح يعني لازم يبقى يكون في كيمستري ما بين الفريق، وقعدنا نتكلم عشان ما حدش يكون شايف ان احنا هنخسر خايف كده عشان. طب 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 ليه قلت هنكسب؟ يعني هل انت شفت سموحه لعبه ماتش جامد ومحبطين واحنا عندنا اراده؟ طب ليه ايه حساباتك انت كلاعب؟ انا عايز اعرف شخصيتك والمنتاليتي بتاعتك انت كلاعب، حسبتها ازاي عشان في الاخر تقول ان شاء الله هنكسب؟ انا حسبتها عشان احنا كفريق مع بعض، لما قعدنا مع بعض واتكلمنا مع بعض كنا شايفين ان احنا عايزين نكسب البطوله عشان تعبنا، عشان طبعا 14 سنه طبعا، فالحمد لله. فانت حسيت ان الروح موجوده والاصرار موجود فهنكسب. طب نفس الكلام يا ياسين، ايه بقى احنا قعدنا نتكلم مع بعض بعد ماتش الزمالك؟ يعني رحتوا انتوا كنتوا معسكرين ولا فين؟ ولا قعدتوا في الملعب؟ مش معسكرين، بره كده، بره اتجمعنا بره كلنا. قلتوا لبعض ايه يعني؟ قول لي كده. قعدنا نشجع بعض وقلنا احنا مش هنخسر خالص وناخد البطوله. طيب ويعني ما كانش حاطين في اعتباركم ان ممكن سموحه تقول لك لا انا مش هخسر بطوله وهينزلوا اجمد واقوى وطلعوا علينا بالفعل 11 بونت؟ طب كل ده ما احنا رجعنا. تمام انا عارف ان رجعنا، بس ما اثرش فيكم؟ ما خلكوش تزعلوا تحبطوا في الماتش؟ الكابتن كان مشجعنا واحنا كنا كلنا بنشجع بعض. برافو. طب انت فرحان بالبطوله دي يا سي؟ طبعا. طب اكتر حاجه ساعدك في البطوله دي يعني؟ في ساعات الواحد يقعد يفتكر كده بطوله ليه مهما مر عليه الزمن، يقول لك والله انا البطوله دي يعني بحب فاكرها ومبسوط بيها عشان مثلا كانت صعبه، كانت فيها منافسه، تعبنا. طب ليه البطوله دي انت فرحان بيها قوي كده؟ عشان احنا الفرقه اللي خسرنا منها كسبناها تاني، فكنت فرحان. يا ولد يا ولد صح. طب انت يا محمد، انا شايف عشان يعني التعب والمجهود اللي تعبناه عشان من 14 يعني تعب كبير قوي، ونفسنا فيها الصراحه يعني. نفسك تخش المنتخب؟ طبعا. المنتخب اللي جاي ده؟ طب حد بعت لك؟ حد قال لك حاجه في الكنترول كده؟ كنا من كام يوم اصلا في اسكندريه كان في تمارين. كان تمرين منتخب ايه؟ اللي هو منتخب 2000 اللي راح كاس عالم اللي هو مع كابتن عمر ابو الخير. رحت اتمرنت معاهم؟ حضرت كذا تمرينه. برافو يعني بعتوا لك. انت في مع افريقيا ما كنتش معاهم؟ كنتش معاهم. انما دلوقتي هو كابتن عمر ابو الخير بعت لك واستدعاك وبدات تتمرن معاهم. طب كاس عالم امتى؟ تقريبا شهر 7 تقريبا او 6 مش عارف. نفسك تكون هناك ان شاء الله. طب وانت ياسين نفسك تلعب منتخب ان شاء الله؟ قدها تقدر؟ اقدر. طب شايف ايه عشان تخش المنتخب؟ اشتغل على نفسي بقى وكده. طيب وحته ان انت يعني مدخلك للمنتخب هو النادي الاهلي، يبقى لازم اتالق في النادي الاهلي الاول كمان واثبت نفسي صح، وابقى ماتشات اكتر والكلام ده كله. طب قول لي انت بتحضر ماتشات الدرجه الاولى ياسين؟ اخر ماتش حضرته ايه؟ مش فاكر، كان في النادي بس. في النادي؟ طب اخر ماتش شفته ايه؟ ماتش الاتحاد اللي فات؟ الاتحاد والاهلي. طب اكتر لاعب عجبتك؟ بتاع احمد اسماعيل. كله مبسوط بيه. احمد ضاعت وفي نفس الهجمه شاطها وجابها. في برضه زيها ابو النصر شاط ثلاثه. برافو عليك. الماتش اللي قبليه ولا هي في نفس الماتش؟ لا استنى. في نفس الماتش. ماتش شاط لا اللي قبليه يا باشا. لا اللي قبليه. الماتش اللي قبليه كنا بنلاعب الزمالك. ايوه. لما جات له في ال 45 خدها مره. الثانيه. اثنين ضيعها برضه والشوط الثالثه وجابها. مشك بص هم عملوا بص خلاص ما انا عارف انتوا بتتفرجوا السوفت وير اتغير عشان تاخد قرار زي الشوطه ده، يبقى كده عشان انت شفت اللعيبه دي بتشوط مش قلقان. طب قول لي بقى بابا بتضحك ليه؟ انا لسه ما قلتش حاجه. كابتن طارق خيري، انت يعني هو طبعا مسك فريق الاول السيدات وعنده فاينل
هتحضر له ماتشاته؟ اه ان شاء الله. هتقعد تشجع؟ جامد؟ جامد. طب شايف ان بابا ممكن يكسب ان شاء الله؟ اه ان شاء الله. ليه؟ طب قول لي قول لي يعني بابا مثلا عمل حاجه بيشتغل سيستم جديد بابا لامم الفرقه يعني قول لي. هو لما امسكهم برضو اكيد يعني كام يوم دول وسيستم جديد وشغل جديد ولسه كاسبين هليوبلس برضو السيمي فاينال يعني ان شاء الله ربنا اللي كاتبه هيكون ان شاء الله. طب برضو احنا مش عايزين ننسى دور ماما. طب اللي بيتعب معاك اكتر بقى اكتر بامانه بابا ولا ماما؟ ها في الباسكت انت بابا. راجع البيت خلي بالك مفيش عشاء مين اللي بيتعب معاك في يعني في ناحيه الباسكت بابا بابا طيب طيب وفي الحياه لا ماما ايوه اجيبها انت عيني عليك دبلوماسي عيني عليك دبلوماسي كده طب وانت يا ياسين بقى مين بيتعبك بابا ولا ماما الاثنين انت عشان راجع البيت يا ابني هتتعشى هيعشوك مش هيسيبوك الاثنين بيتعبوا معاك اه ويعني طب ماما بتتعب اكتر اه عشان هي اللي بتوديني وكده بالظبط طب ندي للست دي حقها برضو ولا ايه يعني الاب طبعا مهم وكل حاجه بس يعني الام بتتعب طيب يعني يعني ليك اخوات بيلعبوا باسكت اه اخويا بيلعب في الجيش 20 سنه بجد بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقكم يا رب انا سعيد بيكم جدا وانتم حاجه تشرف بشكرك يا ياسين نورتيني وشرفتيني عايز بطل كده وبطولات كتير نورتيني يا ياسين محمد نورتيني وشرفتيني يا حبيبي والف مبروك وتسلم ايدك الحلوه دي ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي يا محمد باذن الله أعزائي المشاهدين ده كان لقائنا النهاردة مع أبطال الجمهورية فريق 16 سنة للناشئين لكرة السلة نتمنى بطولات كتير لما تيجي بعد تعب بتبقى أفضل بشكركم شكرا جزيلا وإلى حلقة جديدة مع الأبطال